راح فيكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم بالسنتر. اليوم إن شاء الله ساعة ونص نقضيها معاكم، عندنا أخبار كثيرة، لكن مثل ما قلنا دائما تركيزنا في برنامج بالسنتر، رواد برنامج بالسنتر خلال هذه الفترة على الأقل دعم لمنتخبنا الوطني لكرة القدم في مهمته المقبلة يوم 5/9 ويوم 10/9، وإن شاء الله طوال أيام التصفيات برنامج بالسنتر بإذن الله في مركب واحد مع منتخبنا الوطني لكرة القدم. فبالتالي محورنا الأساسي دائما راح يكون منتخبنا الوطني، لكن في محاور فرعية، والمحاور الفرعية هذه تكون جميلة لما يكون شخص مثل ظاهر العدواني موجود يعني بالبرنامج. فأبو محمد يعني مشتاقي له، مو مشتاقي له والله مشتاقي له، ولازم يعني ناخذ ونعطي معاه وانتو نستذكر الايام السابقه. منورنا ابو محمد. هلا ابراهيم، حياك الله. هلا فيك، صب عليك بالخير وعلى الاخوان المشاهدين وعلى الكبات الموجودين. حياك الله. على ابو طلال من زمان عنا ما شفته، ابو عبد الله ام سليمان شفته اول البارح صراحه في اسمه كان كان حمج صراحه، ومشي العالم كذي. اي هو كذي يحاول بعد، بس يعني لا لا هناك غير، هناك لا غير شخصيه ثانيه، تنظيم وشغل عدل صراحه. والله تنظيم بكل مكان. أيوه. بس يجيب لهم اكل ولا مو جايب لهم؟ مريحهم، كافي مريحهم صراحه. يعني الحين مساعد ندى بيني وبينك بيخترب يعني محمد بنيان اخترب خلاص، ابي دائما مع والي سليمان. الحين مساعد ندى اليوم يقول ابي دائما مع والي سليمان. لا شوف هو المنيو على حسب الضيوف. شوف المنيو على حسب، انا اشوف الضيوف قبل لا اجي واحط المنيو وتوزع لهم. اشوف اليوم المنيو على كابتن محمد طبعا. شلونكم يا كباتن؟ ابو سليمان شلونك؟ طيب. ابو عبد الله حياك الله. هلا والله. مساعد ندى حياك الله يا كابتن، منورنا. مساعدك بالخير. بدأت تنسجم مع الرواد؟ اي بدأ انسجم خلاص. انسجم لا الحمد لله من اول حلقه. زينه محترف من اول حلقه محترف. اللي قام يطالب بطلاق، قام يطالب يرفع يوم ساعده كيف انسجم ويا وائل. دائما احنا بحلقاتنا دائما تكون فيها مضبطه، اذا في اشياء حابين تذكرونها ما قبل ما ندخل بالمحاور، لان انا عندي نقطه واحده بس ما ادري ابو عبد الله عندك ابو سليمان عندكم اي نقطه معينه. ظاهر مساعد يعني اي رساله؟ الرساله انا املك يمكن رساله واحده حق يعني احنا دائما نتكلم عن المهنيه والاعلام، وان دائما ننسب الحق لاصحابه. فبالتالي في حلقه من حلقاتنا في برنامج بالسنتر عرضنا الفيديو الخاص حق موضوع مبارك فنيني والمدرب المشعان والتبديل، كان فيديو هو مصور من المدرجات. انا يعني يمكن اتحمل هذا الخطا لان ما لاحظت بالضبط الصوره او منو اللي مصور. طبعا اللي عامل الفيديو هذا اخونا العزيز خلف العنزي الاعلامي الجميل، ونهائيا ما طلب حتى يقول لي لا تتكلم بهذه النقطه، بس انا اشوفها من المهنيه اني انسب الفيديو لسناب خلف العنزي ابو سطام، نوجه له التحيه ونقول اعذرني، اقول له اعذرني على اذا كان هذا خطا، وتاكد انه ما هو تعمد، لان الشيء اللي ما تحبه لك لا ترضى على غيرك. فبالتالي انا ما نرضى يعني احنا كبرنامج بالسنتر بعض المرات فيديوهاتنا او بعض الاخبار اللي نطلع فيها تكون موجوده في بعض المواقع الاخباريه بدون لا ينسبونها لبرنامج بالسنتر، وبالتالي فيها ضايقك شوي. فأنا حسيت من الجانب الإعلامي والمهني بالنسبة حق أخوي خلف أني أنسب هذا الفيديو لك يا كابتن خلف العنزي إعلامينا الجميل، فهذه تحية لك. وبالنهاية إحنا مثل ما إحنا مع المنتخب مركب واحد، إحنا مع جميع إن شاء الله الإعلام في مركب واحد فيما يخص مثل هذه النقاط. أبو سليمان شلونك أبو سليمان؟ حياك الله أخي. كل شيء تمام؟ خير. غريب اليوم هدوء، ما في خبريات، ما في اشياء. والله احنا لحد الحين ناطرين انت اخبار العصفوره. انت شفت شنو عندي خفايف؟ لا خفايف خفايف بس انت الحين عطنا شيء يعني ما في شيء. نروح هيدلاين على طول؟ روح. سبحان الله هيدلاين سريع اليوم. نصيبك كذي يا ابو ابراهيم. زين اول شيء شلون صحتك؟ لا الحمد لله. ما يصير ابو محمد اللي شفناه منك بالمباراه الاخيره مع كاظم، ايش صار معك؟ لا ماكو شيء، بس يعني مثل صرخت شويه الصيحه صرخه. اي والجو كان تعبان صراحه، فحسيت دوخه خفيفه يعني. قعدت تشيكت كان نقص شويه اكسجين يعني من الجو، تاثير الجو ذاك اليوم. الجو كان الحمد لله على كل حال كان شويه رطوبه حيل يعني. وبس انتعلم. وقفت على اللقطه اللي شفناها. اي بس وبعدين كملت باقي المباراه عادي يعني. الحمد لله يعني ان شاء الله الامور الامور طيبه. سلامتك يا ابو محمد، ما تشوف شر لسه شباب يعني. لا الحمد لله ما كل العافيه ان شاء الله. صديقك اخباره ابو احمد؟
محمد هاليز اموره طيبه البارح انا كلمته ايه لا اموره طيبه ان شاء الله اموره طيبه في زعل بينكم لا لا ما شو يقولون البعض يقولون اللي تسبب ب يعني استقالة محمد هاليس ظاهر العدواني عاد انت صديقه لا لا بالعكس لا لا هو بالعكس الخساره ما تاثر فيه ولا تقلل من قيمته طبعا ولا قيمه فريق كاظمه لكن ما ادري انا شنو الظرف حتى والله ما تكلمت انا في ظروف الاستقاله يعني لكن هو اللي فهمته يعني انه هو قدر ان الوقت هذا المفروض انه يبتعد يعني هذا اللي افضل له وافضل للفريق هذا اللي استنتجته منه هذا السنج لكن ما تكلمنا في التفاصيل يعني اكيد بنرجع حق موضوع نادي النصر بنتكلم هل راضي هل مراضي والله يكون بعونك يعني الفتره الاخيره نادي النصر عموما المشاكل الاداريه اثرت بشكل كبير خاصه في الموسم اللي فات ان شاء الله هالموسم افضل اموركم يعني اداريا نوعا ما لا شوف هاي نوعا ما تمشي يا افضل يا مو افضل لا لا افضل الموسم اللي فات لكن في بعض الامور يعني ما يعني اخذت له وقت يعني احنا تقريبا حلينا المشاكل في تقريبا قبل اسبوعين او ثلاث اسابيع ايه متاخر يعني متاخر, متأخر يعني بعد فتره الاعداد ما بعد ما بدنا المباريات يعني اليوم خلصنا تفرغات اللاعبين تو اليوم الموسميه هذه مالت اللاعبين اليوم خلصت اليوم المحترفين ابو محمد المحترفين موجودين كلهم اي موجودين اخر لاعب التحق متى او اخر لاعبين التحقوا هم التحقوا قبل الدوري بس ما شاركوا في اول مباراه الاثنين منهم إيه؟ لان ما وصلت على ما شو اسمه على ما خلص الاعتماد إيه؟ على ما رسلنا اتحاد القدم وارسلنا كتب في طلب البطاقات الدوليه فعلى ما وصلت يعني إيه؟ إيه؟ فوصلوا اثنين وثلاثه وصلوا متاخرين قبل مباراه خيطان بجميع فانت يعني. خمسه خمسة مسكر الخمسة إيه. إنزين في مواضيع أكثر راح نفتحها مع الكابتن ظاهر العدواني لكن مثل ما قلنا راح نتجه شوي معاكم للمنتخب نعرف آخر أخباره ونرجع مرة ثانية مع أبو محمد نشوف الهيدلاين في البداية ونرجع يعني هذا الهيدلاين بالبداية نستذكر مع بعض أن منتخبنا الوطني خلال هذه الفترة موجود في إمارات دبي دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال معسكر تدريب استمر تقريبا شهر الحين أسبوع أسبوع تقريبا صار له أسبوع أربعة أيام نكون دقيقين أربعة أيام وراح يستمرون في المعسكر ليوم 3/9 راح يستمرون في دبي ليوم 3/9 وإن شاء الله يتجهون إلى عمان لأول مباراة عسى الله يوفقهم وإحنا إن شاء الله برنامج بالسنتر راح نواكب معهم الحدث رقم اثنين أمس ذكرناها واليوم يعني في اتصالات يومية بيني وبين أخونا العزيز جمال العتيبي يوجه لكم تحية ومحمد رئيس الوفد واليوم بعد اللي زاد الأمر جمال أن الكابتن هايف أخونا العزيز أبو فهد هايف دحاني تواجد مع الوفد اليوم وايضا كان في حديث بسيط معه حديث بسيط جدا يعني ما طولنا مع بعض لكن الامور طيبه يعني اللي استشفيته ان امورهم طيبه ما في اي اشكاليات تواجه وفد المنتخب هناك قلت له اي رساله حاب توصلها للمشاهدين قال ابد امورنا طيبه وان شاء الله ان شاء الله يعني نجيب نتيجه تليق باسم منتخبنا الوطني واحنا كلنا ثقه ان شاء الله فيهم. ليش ما يطلعون معك على الهواء؟ ليش ما تكلمهم بالتليفون؟ والله عرضت عليهم لكنهم مفضلين بالفتره هذه يبتعدون، لكن التواصل اذا كانت هناك اي اخبار راح يتواصلون معنا ويوصلون رسائل. يعني اخوي محمد انا شهدني بالهيدلاين يعني الدكتور عبد المجيد البناي راح نشوفه بعد شوي مصرح إيه. مثل ما تفضلت في اتصالات، احنا هذا اليوم اللي نبيه وكنا فاقدينه في اخر سنتين. اليوم التواصل والإعلام يعطي أريحية للاعب للمدرب للجهاز الفني للجهاز الإداري اليوم حتى الجهاز الطبي لا صارت مباريات
وشفت الاصابات الكل يبي يلوم منه الجهاز الطبي، من حق اليوم الجهاز الطبي يطلع ويفند ويقول. ايضا الجهاز الاداري لما يكون في بعض المشاكل او في بعض الاشاعات انه في والله مثلا مشاكل اداريه، انا من حقي كمدير منتخب او كمشرف اطلع وافند واتكلم، ولكن انه يكون في اغلاق وما حد يعرف شنو يبي وما حد، هذه ترى حتى تاثر، مو بس اللاعب يتاثر، ايضا اللاعب يتاثر، المدرب يتاثر، الاداري يتاثر، الجهاز الطبي يتاثر. نشكر الله خايف صراحه على هذا التواصل، نشكر الله جمال العتيبي على هذا التواصل، ايضا الدكتور عبد المجيد البناي، وهذا اللي فعلا افتقدناه. انا ما اقول لك ياثر 100% على النتائج، ولكن التعتيم الاعلامي هذا له مردود سلبي مزعج على جميع المستويات. وما تعودنا احنا من لعبنا للمنتخب، من كنا مشجعين وكنا لاعبين ومحللين ومتابعين، كانت الابواب مفتوحه التصريحات واللقاءات مع اللاعبين، انه يكون في قاب بينك وبين الاعلام، ولا كان في قاب. ابراهيم يعني استكمال الكلام مؤيد سليمان، حتى اصابه خالد محمد ابراهيم في المباراه الاخيره امام فريق النادي العربي واللي على اثرها تم تبديله في المباراه، نعم، ومن ثم التحق لصفوف المنتخب وغادر مع الفريق، لكن شنو وضع الاصابه؟ ايه احنا ما احنا عارفين، لا ابدا الحين جاي شنو وضع الاصابه، وخاصه ان يعني من نهايه مباراه القادسيه والعربي الى مباراه الكويت امام المنتخب الاردني، يعني نتكلم عن تقريبا كانت 9 ايام، نتكلم عن 9 ايام، مدى جاهزيه خالد ابراهيم ما ندري، اصابته شنو ما ندري، خلينا نقول لك عليها على على خالد ايه؟ بعد غياب حسن حمدان ايه؟ لا بس بس, بس هذه النقطه بالذات اليوم رساله خاصه وتصريح خاص لبرنامج بالسنتر من الدكتور عبد المجيد البناي يشرح لك كل الحاله الصحيه لكل اللاعبين ومنهم خالد محمد ابراهيم، بيكم كباتن، لكن دور الاعلام معاكم خاصه انت مساعد الاعلام مع المنتخب، شلون تشوفه تكامل ولا المفترض المنتخب يبتعد عن الاعلام؟ في بعض البطولات كانوا شوي يعني يبعدون اللاعبين عن، خاصه بطولات الخليج كونها تجمع كل المنتخبات مع بعض، يبعدون اللاعبين لان في لاعب مرات يخطا في تصريحه، فقبل المباريات تبعد اللاعبين عن التصريحات وعن الكلام. هذه مفهومه، لا انا اللي اقصده اللي يمكن ذكرها من قبل شوي ابو سليمان، انه والله مثلا مو شيء وقع، احنا نقول مثال تلفزيون الكويت لا تصرح له، توصل هالمرحلة؟ لا بس يعني شوف يعني هني عندك الجماهير تبي تعرف وضع الفريق، الإعلام يبي يعرف وضع الفريق، الناس كلها يعني مقبلين على تصفيات وتصفيات كأس العالم، يعني من أهم المباريات المنتخب، صح، من أهم المراحل المنتخب، تبي تعرف الأخبار، فتبي تعرف بس شنو اللاعبين شنو وضعهم، اللاعب هذا مصاب هل تشافه، اللاعب هذا جاهز للمباراة، شنو المدرب سوى حق الفريق، شنو لين وصل المدرب مع الفريق، تواصل ونقل معلومة، هذا الإعلام يعني. لا ما تأثر أي شيء على الفريق، إيه بس تعرف شنو إبراهيم، تعرف إذا أعطيت اللاعب الأريحية وقلت حق اللاعب يا شباب ترى كلكم لكم حق أنكم تصرحون، أنت راح تدخلك متاهات، هذا اللي أنا أقصده بخليج 11. في خليج 11 احد اهم اسباب اخفاق المنتخب في خليج 11 تصريحات الصحفيه اللي سوت لنا مشاكل كبيره في 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 المنتخب، البطوله اللي صارت في قطر، لذلك احنا نبي التصريحات الرسميه مثلا من الجهاز الطبي بس رئيس الجهاز الاداري مثلا، كابتن الفريق يطلع فيه كلمه او المدرب يتكلم، لكن احنا ما لا لا احنا هذه طلبات، لا هذه طلبات، بس الجهاز الفني واحد من اللاعبين يعني نبي نسمع يا رجل، لو متحدث رسمي من الاتحاد لا يطلع معنا على الهواء، على الاقل يبلغنا، يتواصل معنا مثل الاخ جمال العتيبي الحين واخونا هايف الديحاني، يتواصلون معنا اذا عندهم يعني طلبات، عندهم امور، عندهم مناشدات، يوصلونها عن طريق الاعلام، وهذا دورنا معاهم، لكن المقصد من الكلام اعتقد اللي ذكره ابو سليمان انك لا تبعد الاعلام عنك تعتبره عدو، غلط، لا طبعا احنا مركب واحد، احنا زين بعد كنا نعرف اسماء اللاعبين المحترفين ابو محمد، موضوع الاعلام ولا لا طبعا في الفتره الحاليه خليني اقول لك، هو الاعلام في الحين في كره القدم اصبح جزء مهم من منظومه الفريق اصلا، والدليل ان الحين في منسق اعلامي من ضمن الاسطاف اللي في فريق كره القدم، والشيء الثاني انك ما تقدر تمنع الاعلام انه يبحث الاخبار، اصلا اللاعب عنده موقع في الانستغرام، موقع في السناب، موقع في التويتر، يعني ترى الاعلام صار اصبح جزء من حياتنا، صح، بس الامر يحتاج لتنظيم، والتنظيم ما تقدر تمنعه بالمره، لان لا يمكن تقدر تمنع هذا. الشيء الثاني في تصفيات مثل تصفيات كاس العالم او بطوله اسيا او البطولات هذه، ترى اخر الاخبار مهمه جدا، والاخبار هذه مهمه، اول شيء تبين حتى ترفع الحالة المعنوية للفريق، للاعبين، للجهاز الفني، وما يمنع أن يكون العمل منظم ويصرح اللاعب، أصلا في الدوري الفرنسي اللاعب يصرح بين الشوطين، يطلع من الخط يصرح ويروح، هذه معناتها أن في تعامل وفي ثقافة موجودة لدى اللاعب، هذه الثقافة تنزل في اللاعبين، إذا منعت أنا لام أصلا في بعض اللاعبين الحين إحنا نواجههم لما تقول روح سوي لقاء يستحي ما يروح، يخاف لأنه مو متعود أنه يواجه الإعلام،
بالعكس انا هذا الاعلام جزء من الضغوط اللي يواجهها اللاعب اثناء ممارسته لكره القدم، فانت شلون تعلم لاعب شلون يتعود انه يواجه هذه الضغوطات وهو ما يمارسها. صح. فمهم جدا انه يتعرض للضغوطات هذه عشان يعرف يتكيف وتصقل شخصيته. والاهم بعد ابو محمد انك تبعد موضوع الاستنتاجات، يعني انت طبعًا بالبرامج طبعًا البرامج الرياضيه احنا تبارك الرحمن عندنا بالكويت اذا صار في شيء غامض تبدي الاستنتاجات، وخذ الشارع الرياضي قاعد يستنتج. اصلا انا شلون اقول انت تقولها كمسؤول تتكلم فيها ينتهي الموضوع. انا شلون اقول انت ناجح اعلاميا اذا انت ما تطلع خبر وتناقش وتسوي وهذا، لكن ما في شيء اسمه تعتيم، انتهى موضوع التعتيم. الخطوات الجميله اللي قاموا فيها اخواننا بالاتحاد اليوم وصلتنا رساله من دبي خاصه بالدكتور عبد المجيد البناي، يطمن الجماهير يطمن البرنامج اللي من خلال برنامج نوصل احنا رساله الدكتور عبد المجيد البناي للجماهير، الحاله الصحيه ويعني البدنية للاعبين. نشوف الرسالة. السلام عليكم، معاكم عبد المجيد البناي من معسكر المنتخب الأول في دبي. أحب أعطيكم بس نبذة بسيطة عن إصابات اللاعبين والحالة الصحية عموما عند اللاعبين في فترة الأربعة أيام اللي فاتت من بداية المعسكر مع طاقم التدريب الجديد. طبعا الأجواء هني أجواء رطبة جدا، وحقيقة أثناء التدريب طبعا معروف يعني أن اللاعبين راح يعانون من إنهاك حراري وفقد للسوائل كثير، وقاعدين نتعامل بفضل الله سبحانه وتعالى مع الشيء هذا بالتعاون مع الطاقم التدريبي وأخصائي التغذية في إعطاء اللاعبين المكملات الغذائية اللازمة في الفترة هذه وبالدوز يعني الكميات المناسبة اللي تتناسب مع شدة الرطوبة الموجودة، والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى يعني ما صارت عندنا حالات شديدة من الأقماء أو يعني صعوبة التنفس إلا أشياء بسيطة جدا تعاملنا وياها في الوقت. وأكو جانب آخر، جانب الإصابات. طبعا هناك شد عضلي عند بعض اللاعبين تعاملنا وياه في ليلة واحدة، والثاني يوم رجع إلى التدريبات، لأن الآن ما شاء الله يعني الكادر الطبي متكامل في الفترة هذه مع وجود المدربين الجدد. بالإضافة إلى هذا عندي إصابة يوسف ناصر اللي هي عبارة عن التواء في مفصل الكاحل. أول أمس حدثت الإصابة، أمس تعاملنا وياها يعني بعلاج مكثف وتدرب تدريب منفرد بروحه مع الطاقم الطبي. اليوم إن شاء الله راح يدخل التدريبات متكامل. الحالة الصحية عموما بالنسبة للاعبين والإداريين جيدة والحمد لله فضل الله، ما عندنا مشاكل كبيرة وقاعدين نتعامل مع كل شيء في الوقت، لأن يعني الوقت عندنا قصير فتكثيف العلاج وايد مهم. فنتمنى الشفاء للجميع ونخبركم أن أمورنا الصحية زينة فضل الله سبحانه وتعالى، والله يوفق إن شاء الله منتخبنا في التصفيات يا رب العالمين. دعاكم جميعا يا أهل الكويت، مع السلامة. تفضل. مهما تكلمت عنه ومهما يعني دكتور عبد المجيد، قلنا دكتور عبد المجيد رجل مخلص صراحة ورجل فعلا يعني خدوم من جميع النواحي. أيوة. سواء كانوا لاعبين أو غير لاعبين، ترى دكتور عبد المجيد يعني تاريخ، ترى كل اللي حقنا وأنا أقول حق سليمان أثناء ما كان يعني يتكلم عن إصابات الفريق اللي موجودة بالفريق، قاعد اقول لابو سليمان، اقول له هذا الشخص بس اشوف الشكل هذا يذكرني بكل 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 ذكريات جميله. أيوة. هذا 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 احد 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 الافراد الشركاء في هذا النجاح. صح. أيوة والله الانسان الطيب هذا عبد المجيد البناي ابو عبد الله، كل ما نشوفه نتذكر كل ما هو جميل. والله يا ابو اثناء ما كانت تكلم انا كنت اقول حق وائل سليمان، هذا الرجل مخلص في كان حتى دكتوركم اي حتى كان حتى منتخبات الشباب، ترى حتى كان يطلع مع منتخبات الشباب. تصور من فتره التسعين من فتره
86 او 87 احنا كنا منتخب الشباب كنا نعسكر في في عسكرنا في لندن وفي الدنمارك. كان اول اختيار له كان الدكتور عبد المجيد بناي موجود من سنه 86 هو متواجد مع جميع المراحل السنيه لغايه الان. هلا بنتكلم عن جنود مجهولين ترى الدكتور عبد المجيد دائما متواجد لكن مبتعد عن الاضواء. اليوم يعني حطيناك يا دكتور بالاضواء وانت تستاهل يستاهل حتى كلماته والله دكتور مجيد للامانه. يعني انا سبقوني الكباتن بالكلام انا يعني اشتغلت معاه يمكن فتره قصيره يعني للامانه من الناس المخلصين بالعمل. انا بالنسبه لي شخصيا يعني لو شنو ما تشكر منه ما اقدر اشكر منه يعني من بعد فضل رب العالمين. يمكن كثير من البطولات او المباريات شاركت بسبب مجهوده وبسبب اخلاصه في عمله. يعني كان يجهزني وانا اساسا مو جاهز حق المباراه او مو جاهز حق البطوله، لكن بفضل عمله واخلاصه كنت اتجهز حق المباراه واشارك. هذه يعني وفاء منكم صراحه يعني يستحق والله يستحق الشكر صراحه. دكتور مجيد عمله يعني كبير بالمنتخب. حتى ابو ابراهيم يمكن حتى لو مو كان لاعب منتخب يعني بعض المرات احنا ندز له لاعب من نادينا حق المنتخب كان يهتم فيه ولا كان هذا لاعب مو منتخب او لاعب نادي انا مالي شغل فيه. صراحه هذه شهاده لازم نذكرها للرجل صراحه مخلص وقليل كلام كثير فعل يعني حتى في ناس مو لاعبين نعم لا انا ندز له لاعبين الناس مو مقصر مع الكل يعني ممكن حتى اقول لك يعني خدمات يمكن حق لاعبين حقي انا شخصيا صارت لي بعض الامور مع الدكتور المجيد بصراحه ما مو مقصر مع الجميع. لكن الأهم في الموضوع قاعد يحدثنا عن الحالة البدنية أعتقد الأمور مطمئنة طبيعي. بس والله تخوفت من يوسف ناصر في سهلة هذه سهلة هذه تصير مع اللاعب التواء بالكاحل أمر بسيط يعني أيام قليلة ويقدر بس طوف يعني إن شاء الله ما تكون يعني شايدة على حسب طبعا درجة الالتواء مرات تكون قوية مرات تكون أقل نسبيا شوي. حتى الدكتور عبد المجيد قاعد يتكلم قاعد يقول إنها بسيطة. الجرعات العلاجية اللي قاعد تلقاها يوسف ناصر هي مكثفة يعني تكلم في المعسكرات هذه واحد من اهم مميزات المعسكرات انه ممكن انت بدل لا تاخذ جلسه واحده في اليوم اذا كنت صار مكثف انت تاخذ ثلاث جلسات ممكن اربع جلسات تاخذ في نفس اليوم. هذه لقطات التدريب اليوم اللي وصلتنا والف شكر حق اللي يعني وصلوا لنا هذه اللقطات. هذه عندنا المراسل هناك عادل بتر او الاخوان بالاتحاد بعد هنا اي ما قصروا جزاهم الله خير حلو التعاون حلو التعاون جزاهم الله الف خير على اللي قاعد نشوفه من سنوات. نبي هاللقطات شوف هذا يوسف ناصر ها ما ان شاء الله ما في شيء ها واضح اللقطات ان اموره طيبه. ما بيدخل حيل بالامور الفنيه بس ابو محمد الجانب الهجومي شلونه عندنا بالمنتخب؟ شوف ما في شك ان يعني غياب دحام اكيد مؤثر في المنتخب ما في شك. لكن انا اعتقد مرات حتى لو ما تملك العناصر يعني الفرديه المهمه القويه لكن في شغل جماعي شغل جماعي ممكن يعوض بعض النواقص اذا كانت الامور الفرديه شوي ضعيفه. لكن انا اعتقد هو بس عندنا مشكله المدرب جديد وهذه المشكله اللي ممكن قصر الوقت وممكن ما في مجال نلعب مباراه وديه فهذه المشكله. لكن انا اعتقد هو ما دام طلب عدم لعب مباراه وديه اذا معناته عنده شغل تكتيكي اكثر بيسويه مع الفريق فمحتاج كل دقيقه او كل يوم انه يشتغل معه بالفريق. لكن انا اعتقد هو الحين الامر في كره القدم الامور رايحه للشكل الجماعي مو الفردي حتى المواهب بدات تختفي لان اتجه اللعب للكل اللعب الجماعي الحلول في اكثر. يعني الحين ممكن الباكات هم اخطر من الاجنحه بعض المرات فممكن يكون شغل يعني ثاني عنده فكر ثاني ممكن يسويه في الملعب. احنا الجانب الدفاعي من عندنا؟ عندنا خالد بن محمد ابراهيم عندنا فهد الهاجري عندنا ممكن حمد الحلبي بعد راشد دوسري برامية الدفاع الباكات عندك راشد وحمد القلاف وسلمان برامية وعندك سامي الصانع هذا اللي عندنا في الدفاع. شوف هل الافضل يعني هذا اللي موجود هذا يعني تقريبا 99% هذا الافضل موجود او 95% هذا التشكيله يعني الغيابات الثانيه اللي اجباريه هذه موضوعها ثاني. يعني بعض الامور تكلمت فيها مع الكباتن بس ما دامك موجود يا ابو محمد شنو نظرتك في تفاؤل شو اللي تشوفه بالقادم؟ شوف عشان يكون عندي تفاؤل كبير ما في شك احنا دائما متفائلين ان شاء الله ودائما ندعم المنتخب هذا لكن عشان يكون عندي تفاؤل لازم في تكون صوره عندي مسبقه للاداء وهذا الغموض اول شيء مدرب جديد لو بتكلم عن ما حصل اللي قبل اكيد راح يكون تفاؤل ما هو كبير طبعا لكن لانه مدرب جديد وبيروح جديده وبتصفيات كاس العالم لما ناخذها من صارنا سنين كثيره ما لعبناها فممكن يصير عندنا نوع من التفاؤل. شيء ثاني التفاؤل يجي ان كميه الضغوط علينا ما هو كبيره قليله
لان احنا مو مطالب اكيد ودنا نشارك كاس العالم إيه لكن مطالب. ما هو طيب. ما هو خيبه امل كبير اذا ما صعدنا كاس يعني العالم مثل كاس اسيا مزعجه إيه طبعا اذا مزعجة ما صعدنا كاس العالم مزعجه حيل كاس العالم كاس العالم نوعا ما انا حتى قلت الراي هذا من زمان واقوله اقول نستغل فتره تصفيات كاس العالم في الاعداد لكاس اسيا لان اذا بنركز على ان شلون نصعد كاس العالم راح نصعد كاس العالم ولا راح نجهز فريقنا حق كاس اسيا فانا اعتقد فرصه ان نجهز فريقنا إذا قدرنا ننافس كان بها ما عندنا أي مشكلة لكن نركز نسوي فريق زين لكأس آسيا 2027 الفترة ممتازة وأنا أعتقد ذكرناها ما أذكر بالضبط منه لكن فترة مهمة مساعد متفق مع أبو محمد أي طبعا كلام محمد اتفق معه والعكس يعني لما يكون مثلا الشارع مو متفائل فيك أو مو متفائل يعني بناء على الصورة القديمة يعني مو متأمل للمرحلة القادمة هذه يخفف الضغط عن اللاعبين تلعب بأريحية تقدر تقدم كل ما عندك أنا مو متطلب مني شيء سواء كل الناس قاعد تقول سواء انت تأهلت ولا ما تأهلت لأنت انت يعني مو يعني مو المنتخب الأقوى في المجموعة ما في أحد متفائل والغموض شيء حلو اللي ذكره أبو محمد بالنسبة لأن الفريق ما لعب مع المدرب هذا أو رايح لمباراة الأردن مو واضحه الصوره لا للجماهير ولا للمنتخب الاردني اصلا الند ولا الفريق المنافس اي ولا الفريق المنافس فالغموض زين مرات يكون مفاجاه للفريق الخصم ان شاء الله انه تكون نتيجته ايجابيه الغموض نقول يا رب اضيف عليها ابو سليمان هم نظام البطوله يعني تكلمنا فيها كم مره نظام البطوله مريح خلنا نتكلم احصائيين نتكلم عن الموسم هذا بدا ب 10 8 و 9 8 رطوبه حر وشفنا اللاعبين وشفنا يمكن حتى المدربين تاثروا الكل تاثر ولكن شفنا مباريات وجولات صراحة كانت مباريات نارية صح نتكلم عن 56 هدف 3 أهداف وسبعة لا نارية تقصد من أي جانب لأن فنيا كأنها ما فنيا يعني بس مخالف كان في حماس تكلم عن 4-4 تكلم عن الكويت والغادسية العربي والغادسية حتى لو يكون المستوى ده ولكن احنا العربي ولكن نتكلم عن الجو والأحوال الجوية اللي ما تعودوا عليها لاعبيننا لما نشوف الموسم اللي فات كانوا يلعبون بشهر 9 وبجو مناسب عدد الأهداف 50 11 تعادل احنا هني 11 فوز احنا هني عندنا 14 فوز زاد زادت نسبة الفوز والحماس قبل العام نفس الشيء في أجواء زينة وكانت مريحة كان 37 هدف التسجيل فقط بالإضافة إلى 11 مباراة فوز وأربعة تعادل هذا شنو انعكاس هذا انعكاس أنا أشوف أن الفريق الحين أو اللاعبين تعودوا على الأجواء تعودوا على الأقل الحماس داخل الملعب والدليل الأهداف اللي تسجلت نعم في ضعف دفاعي ولكن في قوة هجومية أيضا نتكلم اليوم عن عودة بعض اللاعبين نتكلم اليوم عن يوسف ناصر من ضمن الهدافين اللي بثلاثة مع لاعبين نادي التضامن نتكلم أيضا عن حراسة المرمى فيها منافسة فكل مركز صراحة يعني إحنا اليوم ما نعرف إنه راح يلعب صراحة في السابق كانت التشكيلة تقريبا شبه واضحة الاختلاف على اسم ولا اسمين اليوم إحنا ما إحنا عارفين من بيلعب من ناحية الشمال في منافسة من ناحية اليمين في منافسة خط الوسط في منافسة الحراسة في منافسة الهجوم في منافسة فما احنا عارفين اليوم انه راح يلعب في السابق كان الرتم معروف بس ايجابي سلبي هذا ايجابي يعني عنده ادوات نعم وعنده خيارات عندك حلول في كذا مركز كل مركز فيه لاعبين او ثلاثه يكون افضليه للمدرب انه يختار لا على والايجابيه انه تكون ابو عبد الله نذري الايجابيه تكون لان مدرب جديد فالكل بيشد حيله يثبت نفسه على اساس انه يكون هذا تصير ها اي طبعا مدام مدرب جديد مدرب جديد بيثبت لانه هو ما نظام المكان هو جاي بتشكيله او طريقه جديده أو بأسلوب جديد فممكن ما يناسب محمد بنيان لكن يناسبني واضح أن مدرب ما يندار يعني واضح أنه على السي في اللي يملكه واضح أنه يملك شخصية يملك اسم هو بالنهاية اسم كبير اسم كبير فأكيد يعني جاي بطموح كبير بتفاعل أنا أقصد أنه ما في لاعب يضمن مكان مثل ما قلت لا مو ما في لاعب انا لا لازم 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 اقنع المدرب إيه بمستواي إيه لكن هذه الشخصيه ما بانت لنا لغايه الان ما ندري عنها بالضبط انا اتفق مع ابو عبد الله الشخصيه ما بانت صدد تقييم المدرب لا انا مو تقييم مدرب ابو عبد الله مو تقييم مدرب كثر ما انا قاعد اشوف السي في اللي يملكه يعني ما مشت مع الامور قدم استقالته مشى ولا تمت اقالته الرجل يعني مو الرجل اللي يسمع الكلام يعني انا اعطيها بصراحه الرجل اللي يسمع المدرب اللي يسمع الكلام يستمر بمنصبه ما صعب جدا تشيله لانك مريح الاتحاد
بس اللي يقعد لي 6 اشهر ويمشي هذا ممكن انا تحليل استنتاج. لا تفسير اخر، لا تفسير اخر ساعات لما ممكن يكون اداء سيء، تفسير اخر او ممكن اداء سيء ممكن ما يندرى يعني ما بينت الصوره لغايه هسه. ايه شوف شوف الاتصالات كثيره. هو كل الكلام اللي قاعد نقوله احنا ايجابي، لكن قد يواجه بيتز مشكله كبيره. المشكله وين؟ المشكله ان في يعني بعد غياب حسن حمدان، محمد دحام، ومشاري غنام، لابد ان الثلاثي هذا مؤثر شبيب جدا. نتكلم عن شبيب اللي كان المهاجم رقم واحد في الكويت، نتكلم عن هذا الرباعي غياب مؤثر، لا يمكن نقول مؤثر، لا مؤثر طبعا. ناهيك عن وجود رضا هاني في الدكه، سلطان العنزي في الدكه، احمد الظفيري في الدكه، عدم تقديم عيد الرشيد اللي راح نعتمد عليه، الاكيد راح نعتمد عليه في غياب الفنيني وغياب محمد دحام في الاختيار الاخير، الاكيد ان عيد راح يكون ضمن ال 11 لاعب. ابتعاد عيد عن مستواه، وجود احمد الظفيري مع السلطان العنزي مع رضا هاني، وهالثلاث لاعبين ايضا مؤثرين مهمين مع المنتخب، والاكيد من الثلاثه هذول اتوقع اثنين راح يلعبون اساسيين مع المنتخب. لما يكون لاعبينك اساسا ما عندهم رتم مال المباريات، ما عندهم رتم مال المباريات، واكثر ثلاث جولات اللي فاتت هم في الدكه، فممكن رتم مالهم يكون في جاب بينهم وبين بقيه اللاعبين في ظل الغيابات اللي ذكرناها اول شيء، في ظل تدني مستوى عيد الرشيدي. هذه النقاط السلبيه اللي واجب على بيز انه يلاقي لها حل، بحيث انه يشتغل عليها الاسبوع هذا، بحيث انه يطور يعني يطوع امكانيات اللاعبين ويوصلهم لمرحله انهم قادرين انه يقدمون مباراه معقوله امام المنتخب. متى اقدر احكم على بنزي؟ انا ذاك اليوم هذا سالنا السؤال هذا، ما هو من المعقول، ما هو من المعقول اتوقع ويا بيزي من تقريبا من شهر ويمسك اول امس ماسك اول جوله او اول حصه تدريبيه وتقول له حقق لي نتيجه بتاريخ 5/9 وحقق لي نتيجه ايجابيه ب 11/9. انا اعتقد هذا الظرف الواقع ان بعد الجوله الرابعه اللي هي بشهر 10، اعتقد الجوله الرابعه راح تكون بشهر الاولى والثانيه اللي هي المباراتين 9/10 بعد الجوله الرابعه تقدر تقول ان هذه الفتره اللي هي شهر ونص شهرين ممكن تشوف بصمه المدرب. لكن الخوف وين؟ الخوف ان انت على ما تجي على الجوله الرابعه إلا طارت الطيور برزاقها وانت خارج الحسابات، واحنا فجأت اساسا متوقعين هذا الامر. لكن احنا الاهم بالنسبه لنا حتى لو بعد شهرين ثلاث شهور ما حققنا شيء ولا وصلنا مركز متقدم، بس على الاقل نبي نشوف هويه، صح، نبي نشوف شكل الفريق. احنا الان انا بوجهه نظري انا واقول لك الحين انا عن نفسي انا ما ابي مو مرتب، انت ما راح تتاهل، لكن احنا نبي شكل بحيث ان الفريق لما يكون في الملعب موجود في هوية، في شخصية، فريق يهاجم، يدافع بشكل إيجابي، يتحرك بشكل معقول، نبي نشوف شكل. بس كاس ترى متطلباتنا قليلة، ترى مو اللي يعني الأمثال تضرب ولا تقاس. لكن كاس أوروبا الدنمارك كان يخسر المباريات، الجمهور يوقف يصفق له مثلا. الكاس أوروبا اللي فات الجمهور يوقف يصفق له لأنه قدم مباراة، وهذا اللي احنا نطلبه. هو مو شرط انك تفوز لما تلعب، ترى مرات تلعب مباريات كبيرة بالضبط وتخسر، صحيح. بس العب العب اقنعني. لكن انت يقصدون يعني الكباتن انه يكون في شكل فريق، احنا في الفترة السابقة ما كنا نشوف شكل فريق، ولا هويه ولا طريقه لعب اصلا، ما ندري احنا نلعب على المرتده ولا نلعب نبي نطلع بالتعادل، ما احنا عارفين. ولكن لما تشوف مثلا طريقه لعب الفريق يطلع عن الاطراف، الفريق مثلا عنده سيستم بيقعد يلعب على المرتده، تعرف شكل الفريق، يكون عندك هويه، صح، فريق، صح. هذا الشيء اللي احنا يطمن يعني بالضبط، يعني وتقدر تبني عليه فيما بعد. فتره من الفترات يا مساعد بالفترات الاخيره كنا يعني نرتاح لما نشوف هجمنا هجمة، تخيل يعني وصلنا لهالمرحلة أنه والله هجم الفريق يعني، ونتحاور فيها أنه هجمنا على الأقل اليوم لهالدرجة وصل. والله كمدرب يعني كمدرب كاسيفي وعالمي، أنا أشوف أنه خلال الجولة الثانية أن المدرب لازم يحط بصمته. خلينا نشوف المدرب شو يقول لنا أبو سليمان، خلينا نشوف ظاهر العدل. لا ما عليكم زود كلكم، أنا أتفق كلام أبو طلال لكلام الربع، كلام طيب. لا صحيح. على موضوع المدرب متى أقدر أحكم عليه؟ المدرب عشان يبين صورته او اسلوبه او تغييره في الملعب يعتمد على امكانياته وامكانيات اللاعبين. لا يمكن بس بامكانياتي انا وامكانيات اللاعبين ما تساعدني، بتظهر الصوره واضحه للي يتفرج من خلال فتره بسيطه، هي تعتمد على قدراتي انا شلون اوصل المعلومات والافكار، ويعتمد على اللاعبين شنو قابليتهم ان يطبقوا الافكار ونوعيه اللاعبين. اللي متخوف منه انا مو شيء فني، خوف من الامر البدني. انت داش تصفيات كاس العالم وتلعب اول مباراه مع منتخب الاردن ثاني اسيا، تلعب مع العراق من الفرق اللي قدمت مستوى كبير في كاس اسيا، العامل البدني ضد الفرق هذه، لان هم اصلا الفريقين في كاس اسيا كانوا بدنيا اقوياء، مو فنيا اقوياء، صحيح. بس كانوا بدنيا اقوياء عشان كذا قدروا يجاروا فرق اليابان وكوريا واستراليا وقطر وهذا. لو ما كانوا بدنيا جاهزين تاكد 1000000% الفريق الاردني لو مو بدنيا قوي ما يوصل نهائي كاس العالم. فنيا ما هو افضل، صحيح. فالعامل البدني مهم، مثل ما قال ابو عبد الله اتفق وياه،
اذا بتلعب تصفيات في هالوقت هذا وانت ثلاث ارباع او نص فريقك يعني احتياط وانت توك لاعب ثلاث جولات يعني مو مثلا احنا بشهر واحد، فهني راح يواجه مشكله فنيه وبدنيه اكبر. وبنفس الـ يعني بنفس الكلام المنتخب الاردني الكابتن جمال اول مباراه رسميه لا مع منتخب الاردن اي بس اخذ الفريق وراح في معسكر لعب مباراه وديه هذا الفرق هذه تفرق طبعا تفرق يعني اخونا هلال يقول ابو ابراهيم صار شيء على موضوع المباراه الوديه حتى اللحظه ما في شيء هناك ان شاء الله قولوا ان شاء الله نكون في مباراه وديه مشكله ما شلون ما اعرف اجذب اسرار انا بس لا ان شاء الله قولوا ان شاء الله في حق اخونا جمال العتيبي الله يكون معه ابو علي يقول مباراتنا الاولى بالاردن ودرجه الحراره 18 واحنا الحين بالمعسكر الامارات الرطوبه عاليه جدا يعني هذه هم مؤثره ممكن بسليمان مؤثره بشكل ايجابي اكيد بالعكس انت جاي من جو اسوأ من جو اسوأ جاي من جو اسوأ ولا جو احسن بالعكس احسن لك شيء طبيعي هذا الاجابات والخبره اللي بتكون موجوده معكم بتساوي مدريدي سؤالك حق مساعد ندى تالي ما يخالف امون عليك تعال لان سؤال جميل لكن الحين قاعد اركز على المنتخب وحسين يقول يشهد الله اني استانست لما شفت العزيز الكابتن ظاهر ابو محمد ولا تسرك الحضور وقلوبنا معاك يا الازرق اخونا عبد الله يقول ترى كان يقال وما استقال يقال ولا استقال عسى الله يوفقه عسى الله يوفقه مشكور على تصليح المعلومه ما استقال كل هالمنتخبات ولا مره استقال منو بنزي بيتزي ايه هو يقول كان يقال ولا وما كل اقالات حتى اعتقد لما كان مع المنتخب البحريني اقاله كله اقاله اصلا بين من السي في انه ما قاعد كل فريق قاعد عنده 6 شهور سنه يعني واضح انه قاعد لكن ان شاء الله نتفائل خير نتفائل خير ان شاء الله يا رب زين عبد الله يقول نبي منكم عرض اهداف الازرق وتعرض من اليوم لغايه مباراه العراق 10 سبتمبر لدعم الجماهير واللاعبين يبون اهداف للمنتخب كنترول ها نقول تم امس جلنا حق بفواز تم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا عبد الله الاهداف وكل الامور الطيبه توصلكم ابو بدر احمد الزيد مراقبنا الجميل في الاتحاد الكويتي لكره القدم يقول لكم نورين ونتمنى التوفيق للمنتخب في المرحله المقبله الله يبارك فيك ابو بدر نعم بدر نعم اوه حبيب الرياضيين حبيبنا ابو بدر هو رياضي ولاعب سابق هو اساسا خيطان لا قادسية لا ايه لاعب قادسية ابو بدر لا لاعب القادسية خيطان ما عندنا الا محمد الملا هذا اللي صح اساسا محمد الملا بالقادسية بعد محمد الملا لاعب القادسية مراحل سنية معنا مراحل سنية لا لا اي إيه بس الفريق الاول اي خيطان الفريق الاول خيطان نتكلم عن المنشأ المنبع الحين ابو عبد الله الحين ما في قادسية ما في عربي ما في كويت الحين في ازرق فاحنا ورا هالازرق اليوم شوية عنابي نكسر على شوية تبي لا بنعطيه لا في اشياء واشياء جميله ان شاء الله تستاهل الانديه في كاش ايه في عقد كونتراكت عقد ايه هذا لكن الازرق ازرق الازرق ما بعد لكن في الانديه لا خلاص اصفر هذا اصفر وها راحت خلاص راحت ايه الحين مو راحت مع الطيبين مع اهلها خلاص الله ايه راحت خلاص الله الله انا دمي اصفر ودمي اخضر ودمي هذا راحت مع الحين العقد العقد خلاص حبيبي كم تدفع بالعقد؟ ايه كم تسلم هذا والله خوش موضوع ايه فض نفسك فض العلقه بس ما يخالف خرد على حاورنا ترى سهل تشوش على ابو ابراهيم لا شوف حاولت اخر تعبوني الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عشان بس تكون بصورة المنتخب الفلسطيني ضمن المجموعة اللي احنا فيها ومباراته القادمة راح تكون مع منتخب الأردن مو مباراته القادمة شوف احنا مع في قرار ايه احنا مباراة مع الأردن هذا بيان صادر عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يقول تلقينا خلال الأيام الماضية قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والاتحاد الآسيوي بإقامة مباراة منتخب فلسطين والأردن ضمن تصفيات كأس العالم 2026 على استاد فيصل الحسيني بفلسطين هذه بالأيام الماضية يعني عبروا عن شكرهم تقديرهم للرئيس الفيفا جياني انفنتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان وهذا البيان معكم على الشاشة واللجان العاملة اما اليوم يوم الثلاثاء تلقينا رساله او امس يعني رساله من الاتحادين الاسيوي مفادها بتعذر اقامه المباراه في فلسطين نظرا لضيق الوقت وخشيه من ان يقوم الاحتلال الاسرائيلي بعرقله وصول الاشقاء الاردنيين وايضا عرقله دخول الكوادر الفنيه المكلفه بالاشراف على هذه المباراه والوفود وهذا لذلك ارتئينا مضطرين نلعب هذه المباراه فقط
في ماليزيا. وأن الاتحاد الفلسطيني أكد أن الترتيبات جارية لاستضافة المباراة الثانية لمنتخبنا أمام منتخبنا الوطني منتخب الكويت في 15/10 إن شاء الله على أرض فلسطين. فهو بس يعني تبيان أو بيان من الاتحاد الفلسطيني أن المباراة القادمة راح تكون مع المنتخب الأردني راح يلعبونها في ماليزيا، لكن يأكدون من خلال بيان أن مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الفلسطيني راح تكون في فلسطين يوم 15/10. أنا ما أعرف الإجراءات، لكن على الأوضاع والله يكون بطن أخواننا في فلسطين وأخواننا في غزة وأكيد قلوبنا معهم، لكن تتوقعون في إمكانية؟ احنا ننتظر هذا الامر مثل هذا يكون بيان الاتحاد الاسيوي، بيان الاتحاد المفروض يكون بيان الاتحاد الاسيوي. الوضع الامني اللي قاعد نشوفه لغايه الان، الوضع الامني يعني في بشكل عام في كان الله بعونهم في يعني. فلسطين يعني اعتقد ما اعتقد احنا نتكلم عن الاتحاد الفلسطيني. ليش طلعت بيان ما دام المباريات على ملعبك؟ واضح من الاتحاد الفلسطيني انه يبون ياكدون انه ترى بس هذه المباراه راح تكون ماليزيا، لكن مبارياتنا مثلا مبارياتنا القادمه راح تكون في فلسطين. بس ابراهيم كانت في ظروف سابقه اكثر امنيه، ها امنيه اكثر ومستقره اكثر، كان يلعب المنتخب الفلسطيني خارج قواعده، فما بالك بالاوضاع الحاليه. انتم شو تفضلوا؟ ارض محايده مثلا لو مباراه أكيد ارض محايده يختار نفس ما كان المنتخب الفلسطيني يلعب التصفيات المؤهله الى كاس اسيا وكاس العالم المزدوجه هذه، كان يلعب مبارياته على ملعب الكويت. هو السؤال شو معنى مباراه الاردن فلسطين برا والكويت فلسطين في فلسطين؟ لان حسب البيان اللي مذكور ان الوقت ما يسمح لهم حق مباراه الاردن وفلسطين انه يجهزون ويضبطون. يجهزون شنو؟ فهذه مباراه ل 15/10 محمد. البيان اجراءات الدخول، البيان يطلع من الاتحاد الاسيوي ما يطلع من الاتحاد الفلسطيني. القرار يطلع من الاتحاد، لا الموافقه من الاتحاد الاسيوي اكيد. حتى موضوع الملعب يطلع من الاتحاد الاسيوي مو الاتحاد. بس هم ماخذين موافقه الظاهر. لا ما على حسب أنا الكلام انا في ظل الاوضاع هذه الاتحاد الفلسطيني مفروض انه ما يطلع بيان، مو هو صاحب القرار. في ظل الاوضاع هذه الاتحاد الاسيوي المفروض يطلع بيان ويقدر ويوضح الصوره حق الفرق المنافسه. هني مع ان تكون في ارض محايده الجماعه هني محايده اكيد ارض محايده اكيد ارض محايده. والله يكون بعون اخواننا في فلسطين، الله يفرج عنهم باذن الله. اللهم امين. قبل اروح حق تقريرنا، شنو عندنا يا كباتن؟ شنو عندنا ظاهر العدواني ادري ما عندنا ما راح انساك قد تساوي مدريدي. سؤال الكابتن مساعد ندى، اصعب مهاجم واجهته؟ ياسر القحطان. اوه بدون تفكير. سهل السؤال. سهل جدا. وسؤال الكابتن ظاهر العدوان عن غياب لاعبين النصر عن المنتخب، هل هو منطقي غياب لاعبين النصر؟ يعني اذا بتكلم عن لاعبين النصر اكيد انا ودي اكبر عدد من لاعبين نادي النصر ان يشاركون مع المنتخب، لكن انا اعتقد ان خالد العجاجي كان المفروض انه يكون مع المنتخب صراحه. حارس المرمى. والله عندك لاعب يا حلوه، بس نخليها حق هذا اللي احنا كنا اتفقنا بالحلقه اللي تكلمنا عنه. عيد 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 تبارك الرحمن ما شاء الله عليه. ما يحب شوف ظاهر العدواني ما يحب تتكلم، ما ادري تخوف. لا مو تخوف يعني نمدح اللاعبين. اشوفك ما ودك اني بطاري لاعبين. لا بالعكس والله هذا واحد من اللاعبين اللي انت يعني بينتهم لنا بالساحه، بس بنتكلم عنه وبنتكلم عن امور ثانيه بعد التقرير. ولد طير يقول تحيات المدرب ظاهر العدواني ابو محمد، عسى الله يوفقه مع نادي النصر. انا عندي معلومه ان منتخبنا راح يلعب مباراه وديه مع البحرين الشقيق وسجلها علي من الحين. سجلها ماينس عليك يا ولد طير، وهذا بيننا وبينك الايام ان منتخب البحرين. انا ان شاء الله بعد والله ما ادري، بس لا متاكد ان شاء الله معلومتي لا مو المنتخب البحريني. قلنا عبد اللطيف يقول مو معقوله الى الان قائمه المنتخب كلها لاعبين محليين مقارنه مع منتخبات المجموعه محترفين بالدوريات الاوروبيه. يعني المنتخب الفلسطيني يعتبر غير منافس في المجموعه، تقريبا يمكن عنده 12 لاعب اجنبي، 12 لاعب يلعبون في دوريات محترفين في امريكا اللاتينيه. يعني هذا اخونا عبد الله طراروه، يعني هذا الواقع اللي احنا عايشينه. يعني من وين بنجيب لاعبين محترفين؟ يعني بعد الواقع وهم يعتبرون الحين محترفين بانديتهم يعتبر. يلا اخونا غريب يقول يسلم عليكم كابتن ابو سليمان والنجم الكبير والنيان والمدرب ظاهر اللي دوم بيصف يصف مع المدرب المحلي والكابتن مساعد ندى ويسعد اوقاتكم.
الله يمسيه بالخير. ما فهمتها بس وعادل يقول انا اتفق مع الكابتن ظاهر، العامل البدني امر مهم في مواجهه فريقين ما يميزهم هو العامل البدني والقوه الجسمانيه، ونتمنى الاعلام يكون له دور في دعم منتخبنا من ناحيه تغطيه المنتخب واخذ لقاءات مع اللاعبين المسؤولين عن المنتخب لدعم الجانب المعنوي، واحنا ان شاء الله يعني كبرنامج بالسنتر دائما وابدا مع الاخوان بالاتحاد. أخونا محمد باعتقادي يجب أن يكون هدف منتخب الكويت هو المركز الرابع في المجموعة لأنه قادر على تخطي فلسطين وعمان ويضع قدم في المنافسة للمرحلة النهائية على البطاقتين الأخيرتين، يعني إن شاء الله إن شاء الله وكل شيء جايز عدل. تمنى كل شيء جايز كل شيء جايز نشوف جدا. سلم على البطل مساعد ندى، أسعدنا بأهدافه على أستراليا والسعودية والبحرين وغيرها. حطوا أهداف بطلة أهداف المنتخب حطوها يا أبو عبد الله، المدافع عنده جولين ترى. حطوا ابو عبد الله عنده لقطات غير الهدف واحد سته سته ومن سوء حظي سته ومن سوء حظي اللي منقول اثنين بس، واحد ويا خيطان وواحد ويا العربي المسجلين لك ما الاعتزال محمد ابراهيم مو منقوله ها؟ لا منقوله هذه وقول على خيطان بس بقيه اربعه مو منقولين. لا هو عنده لقطه شهيره مع الكابتن فيصل الدخيل، هذه الشهيرة ها دور الشارع. انا هذه احبها والله اللقطة ودائما اعيدها بس حسافه مو مكملينها للنهاية بس قاعد اشوف النهاية واضحة شنو كانت. قلنا السفر، يقول سؤال الكابتن مساعد لو عرض على اداري بنادي القادسية يقبل؟ تشرف طبعا، نادي هذه ما فيها منه اصلا اني اشتغل في نادي القادسية واخدم نادي القادسية في اي مكان سواء كاداري او حتى كمشجع بالمدرج. فما عندك اي اشكالية انك ترجع كاداري في نادي القادسية. نروح حق نادي النصر يا كباتن، عندنا تقرير عدل ابو تركي، تقرير ظاهر العدوان، شوف العنوان ظاهر العدواني والنصر قصة وفاء وثقة، شوف تقرير. ظاهر العدواني ونادي النصر قصة وفاء وارتباط وثيق لم ينقطع وصاله لعقود بين ظاهر اللاعب والمدرب وناديه الأم النصر. طوال مشواره كلاعب لم يغادر ظاهر أسوار نادي النصر وظل وفيا للقميص العنابي حتى اعتزاله اللاعب، وبعد تحوله إلى التدريب كان العدواني دائما المدرب الذي يلجأ إليه النصر عند الشدائد، والابن البار للنادي مهما قست وساءت الظروف. عندما كان لاعبا للنصر كان ظاهر العدواني ورفاقه قاب قوسين من كتابة التاريخ ومعانقة لقب الدوري المحلي مع العنابي في موسم 96-97، وتحت قيادة ظاهر العدواني كمدرب فرض النصر نفسه كمنافس يخشى جانبه رغم التقلبات الإدارية التي مر بها النادي والتي حالت في مناسبات عديدة بين العنابي وبلوغ أقصى طموحاته الممكنة، ولكن ثقة مجلس إدارة النصر بأن ظاهر العدواني هو الخيار الفني الأنسب للفريق أفرزت العديد من المكاسب للنادي، لعل أبرزها وأهمها تقديم العنابي مجموعة من العناصر الشابة الواعدة التي عمل العدواني على إعدادها وصقلها وساهمت معه في قيادة النصر لمراكز متقدمة في الدوري أفضلها على الإطلاق المركز الثالث في الدوري موسم 2018، بالإضافة إلى بلوغ المربع الذهبي لكأس سمو ولي العهد في موسمين متتاليين، وكذلك المربع الذهبي لكأس سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. يعني هذا التقرير وبصراحة يعني تقرير مستحق لكابتن مثل الكابتن ظاهر العدواني، ما راح نتحدث عن هالموسم، التقرير يتكلم عن علاقته بنادي النصر وأنا أعتقد الكل يعرف علاقة ظاهر العدواني بنادي النصر. خل أقول شهادة بسيطة، الموسم اللي فات المشاكل الإدارية الكثيرة اللي واجهوها الأخوان بنادي النصر كان أبو محمد ما أدري بتكلم كيفك أنا بتكلم أنا أدري ما راح يرضى، بس كان يتصل علي بشكل دوري وما كان يطلب شيء واحد حق نفسه، كان بس يطلب حق اللاعبين حق الإداريين حتى بعض العاملين بالنادي كان يطلب بعض الأمور إنه يا ليت بس تناشد المسؤولين لهم، ولا طلب شيء حق نفسه لأنه هو يعد نفسه واحد من أبناء نادي النصر. فلما نقول قصة وفاء
لا قصة وفاء، لأن أنا شفتها بعيني وسمعتها بإذني منك يا أبو محمد، فتستاهل الكلام وعلاقة جميلة مع النصر. حبيبي الله يسلمك. أول شيء طبعا مشكورين على التقرير واللي عدى واللي سواه، ومشكورين أنتم كبرنامج، وأنا أعتبر واحد نفسي واحد منكم يعني، ماني غريب. لا في شك غريب. واللي تعطوني تعطوني ترى أكبر من حجمي وأكبر من حقي. لا تستاهل أكثر. ما أعطيناك شيء. الشيء الثاني أن العمل أي نجاح أكيد سوى ظاهر، إذا كان هو نجاح يعني ترى ما هو ظاهر بروحه، لا في جهاز إداري، في مجلس إدارة، في لاعبين، في حتى محبين للنادي، في داعمين حتى من برا النادي. فالعمل الجماعي، وكل ما كان العمل الجماعي كان أكثر نجاحاً يعني. فأنا أعتقد لا يمكن ينسب لظاهر واحدة كل ما صار شيء، لو حصل شيء زي في نادي النصر. فأنا أوجه الشكر من خلال البرنامج لكم أنتم ولكل لا الناس لا اللي موجودين ولكل محبي النادي وكل الداعمين، واللي كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى للظاهر. لأن اللي يشوف مسيرتك أبو محمد لابد أنه يطلع بمثل هالتقرير، لأن أنت متمسك بالنصر أشد الظروف. ما في شك يعني. أول شيء بالنهاية يعني أنا حالي حال أي لاعب منتمي لنادي بعد ما بطل كرة القدم، حب أنه يخدم النادي سواء موقع كمشجع أو متابع أو إداري أو لا أو مدرب أو أي كان صفة أو عضو مجلس إدارة أو جهاز إداري. فبالعكس يعني أنا أتشرف في خدمة نادي النصر، وبالنهاية يعني ما في أحسن من أنك تخدم ناديك اللي أنت أسست اللي هو صاحب الفضل. قلت بعد الله سبحانه وتعالى على ما وصلنا، لا إذا كنا وصلنا لشيء زين أو شيء يعني قدام الناس يشرفنا أو يجملنا قدام الناس. لكن أنا أعتقد ما في شك ارتباطي في نادي النصر ارتباط كبير، ارتباط يعني مهما كانت الظروف ومهما كانت الأمور، وهذا عايشنا يمكن احنا في نادي النصر. تعرف يمكن نادي النصر ما هو من الأندية الجماهيرية ولا من الأندية اللي تحقق البطولات، فتمسكنا في النادي تمسكنا بنادي مو عشان شهرة وشهرة وغيره، تمسكنا احنا ودنا انا اكون سبب بعد الله سبحانه وتعالى اني احقق لهذا الكيان شيء معين الواحد يتشرف فيه او يفتخر فيه لما يكبر او لما يبطل او لما يعتزل او لما يترك اي مجال رياضي. فانا اعتقد مهما سوينا احنا لهذا المكان اكيد احنا يعني مقصرين، وودنا نكون نادي النصر من الأندية، وسعينا واجتهدنا يمكن اخذنا حتى من وقتنا من صحتنا من امور كثيره لاجل ان حتى يكون عندنا طموح ان نحقق. انا يعني من داخلي انا اكون دائما اقول طموحي اني انا اكون اول مدرب يحقق بطوله لنادي النصر في تاريخه، هذه دائما تراودني الفكره دائما تكون معي يعني عشان يعني هذه الفكره وهذا الطموح او هذا الحلم اللي انت تمنى. اي موجود هذا دائما، انا حتى اكلم بيني بنفسي واحدث نفسي بين دائما على طول ان انا اكون مدرب هو اللي يساهم في اول بطوله كدوري او كاس او غيره. حاولنا وصلنا يعني تقريبا المربع 3 مرات انا حاولت، لكن كنا نصطدم دائم بنادي الكويت بعزه في فريقه القوي، فنطلع ب1-0 بالوقت الضايع بالاضافي كذي. حاولنا في الدوري يعني يمكن ايام بطلال بالقادسيه، لكن مشكله انك تواجه الكويت والقادسيه في عزهم واحنا لاعبين نصقار في السن 18 19 20 سنه، فحاولنا كنا وراهم في المركز الثاني. لكن الى الان تراودني الفكره هذه، لكن في الفتره الاخيره بدات بعض المشاكل الاداريه شويه تعوق من بعض الطموحات الامال اللي احنا ودنا نحققها حق نادي النصر. لكن ان شاء الله احنا طموحنا كبير انا بالذات وغيري من اللاعبين والجهاز الاداري. هذا هذا هذه النقطه هذه انت بالذات ما اقدر اقول لك ما مليت، بس مو قاعد افكر خلاص انا سويت لي عليه بنادي النصر خل اشوف نفسي مكان ثاني، او اني خل اوخر فتره معينه عن التدريب واشوف يراودك هالشيء. يعني بالنهايه انا عشان اكون وياك صريح، انا ما حققت كل امال طموحاتي عشان اني ابتعد، هذا واحد. الشيء الثاني ايضا ظاهر ما هو مخلد في نادي النصر، يعني انا ترى يعني دربت ترى الفتره الثانيه وتحسب كل الفترات اللي دربتها ترى 4 مواسم 5 مواسم يعني في متقطعه، فما قعدت الفتره الطويله ولا هو المكان هذا محسوب اللي ظاهر او مخلد فيه او هذا. لكن وانا اعتقد مجلس اداره نفس الشيء، ما هو ظاهر هو ما راح نغيره لا بعد ظاهر جو يمكن 4 مدربين. انا رحت لما دربت الفحيل جو وراي 4 مدربين يعني ما هو كان مقصور الامر حق ظاهر. لكن انا اعتقد انا اقصد اذا حسيت اني ما قادر انجح او ما املك الادوات اني انجح اوخر عن ممكن. انا بالنسبه لي انا احاول اني اقيم نفسي بطريقه موضوعيه، احاول اني اقول ان الوقت اللي انا ما يعني الحين اخر مره دربت بدينا الموسم بشكل ممتاز وكنا من الفرق اللي يعني قريبه عن فرق الصداره، لكن صدمنا في شهر 10 11 الامور وقفت
كان طموحنا كبير يعني الموسم اللي فات يعني والدليل فارق النتائج النتائج اللي من بدايه موسم لقايه شهر 12 بعد شهر 12 كانت اي بعد الامور هذه الله يعني امور يعني احنا حاولنا كثر ما قدرنا نتماسك على الاقل ان يعني الله يعين نادي الجهره يعني واجه نفس المشكله وتعرض لخسائر وكان سبب في هبوطه للدرجه الثانيه يعني احنا حاولنا كثر ما نقدر نتماسك على الاقل نكون من فرق اللي وكان حاطين احنا الهدف ان نكون من الستة وبعدين نكون من الأربعة وبعدين نكون منافسين في الكؤوس لكن حاولنا في الفترة الأخيرة بس على الأقل نتماسك كفريق يعني ما تصير عندنا انسحابات ما تصير عندنا مشاكل ما يصير عندنا ابتعاد لاعبين يعني واحد من الأمور أنا أقول لكم أنتم مو غريبين يعني زباتة راح نادي كاظمة في الفترة اللي احنا ما في رواتب وقع مع نادي كاظمة وفي كثير من اللاعبين حتى في الموسم هذا بدأنا نخسر لاعبين في التفاوض معهم لأنهم يعتقدون أن نادي النصر وضع الإداري وهذا مو صحيح يعني وانا اشكر حتى اللاعبين اللي كملوا معانا ووقعوا معانا وهم للحين ما يدرون ان نادي النصر ممكن يكملوا لكن ثقتهم في الجهاز الاداري الفني مجلس الاداره وهذا شيء زين فالامر ان انت تعيد ثقه اللاعبين لنادي النصر في هالظروف هذه شيء مو سهل وانا اعتقد الجهاز الاداري ومجلس الاداره تعبوا في هذا الامر كبير يعني ابو سليمان ايه ابو عبد الله لا انا احنا بشكل عام الحين علاقه الظاهر والنصر والظروف اللي يواجهونها اتكلم انا بظروف ظهر العدواني في أول جولة تقريبا في أول جولة أمام فريق نادي السالمية عدل اللي خسرته 3-1 لما كنا نتكلم عن المباراة كنت أقول إن نادي النصر من منتصف القسم الثاني الموسم الماضي غير قابل للتقييم أنت ما يصير تقيم فريق ما عنده المعطيات اللي تمتلكها كل الفرق المعطيات البسيطة اللي هي الإدارية الفنية مدرب يختار لاعبين يوقع عقود مع أي لاعب المادة متوفرة هذا الأمر بالمشاكل اللي صارت الموسم الماضي واعتقد لقاية الآن العراقي الموجودة هذا أثر كثير على فريق نادي النصر وهذا أمر ينطبق أيضا على فريق نادي الجهرة نادي الجهرة مع عبد الله الشلاحي ما هو مجال تقييم تقيمه في ظرف سيء هو ما قدر ساعات يقولون حتى ملعب ما عنده يعني لاعبين ما يقدر يوقع مع لاعبين مدرب وقع عقد اعتقد ثاني يوم خلى وسافر يعني هذه ظروف ما تخليك تقيم أي فريق وأنا دائم أقول أن دائم أبو محمد ظاهر عدوان هو شريك في أي نجاح يحقق أي مدرب في فريق نادي النصر لأن مؤسسين لأن في موسم له بداية تقريبا كان موسم أعتقد الدمج اللي كان أو اللي كان الدمج في 2017 أو 2018 اللي حققت في المركز الرابع الثالث أو الرابع تقريبا هذا يعني أبو محمد أسس فريق في هذه السنة أسس فريق من لاعبين صغار في السن وكل من جاء بعد أبو محمد كان يعتمد على هذه الأسس اللي موجودة أو الكيان اللي عفوا اللي يبني عليها اللبنة الموجودة اللي بناها أبو محمد يبني عليها لكن الملاحظ أن أبو محمد الموسم الماضي الجولة 18 شوف الإحصائية في الجولة 18 اللي هي آخر جولة في القسم الثاني خسر نادي النصر من الكويت 2-0 وراحوا بعدين تقسمت الفرق اعتقد المركز الرابع لنادي النصر هو مركز يحسب لفريق نادي النصر في المركز الرابع وراحوا للبلاي اوف اللي هو ست الفرق بالاربعه بالخمسه العشر مباريات بالاضافه الى اخر مباراه في الجوله من القسم الثاني والعشر له تقريبا 11 مباراه 33 نقطه تدري النصر كم حقق من 33 تصور نقطه واحده وهذه كفيلة بأنها تهبط أي فريق صح. أي فريق إلى مصاف الدرجة الأولى إذا من 33 نقطة يحقق نقطة واحدة بالتعادل مع فيحين في الجولة الثامنة من القسم الثاني شوف لما تصير الأمور الإدارية والأمور ما هي مضبوطة شوف شنو اللي كفل لفريق نادي النصر أنه يكون موجود من ضمن المصاف مصاف الفرق الستة رغم أنه من 33 نقطة تصور نقطة واحدة وحيدة بتعادل مع فيحين و35 هدف في 11 مباراة 35 هدف سجل في مرمى النصر رغم خيال كارثي ليش تفاوتت الأرقام من هذه الجولة وليش النتائج الإيجابية الجيدة اللي كانت ما كانت ممتازة بس جيدة فريق محافظ فريق مثل النصر محافظ على وضعه موجود مركز الثالث الرابع أنهى الأمور بمركز الرابع بعدها 11 مباراة تصور ما في ولا فوز كلهم 10 هزايم وتعادل وحيد يقول لك انا قاعد احاول هذه دلالة الفريق. احنا لما نقول هذا الدروب ما يصير هذا مستحيل يصير دروب في هالطريقة الا فني. في اسباب قد تكون فنية وإدارية اللي خلت هذا الفريق مش معقول فريق يخسر 33 نقطة وانت مثالك 100% ابو عبد الله انت شوف الجانب الإداري شلون مهم عشان هذاك اليوم لما خسر فريق نادي النصر في اول مباراة قلنا انه ما هو مجال تغيير صح نادي النصر انا قلت اني بغياب ظاهر نادي النصر الموسم اللي فات لغاية الآن ما هو مجال أن نقيم فريق نادي النصر
عندنا التوقف لكن السؤال عندنا تقرير محمد هذا السؤال ايش إيه سؤالك السؤال هل هذا العراقيل لغايه الان قائمه ولا الامر للافضل ما في استقرار لا هو شوف ما في استقرار ما في استقرار هو حلت المشكله جزء كبير منها لكن ابو عبد الله انت الحين لما تنحل المشكله وايضا انت قاعد تسمع انه خليك من انا وياك كبار مثل مدرب وهذا يعرف لكن اللاعب بالنهايه عقده واموره هذا ما يخلي عنده استغراب يقول انا ضحيت بنفسي رحت النصر واخر شيء النصر مو مستقر ولا ما يقدر يعني يلتزم في عقد اللي هذه المشكله المشكله ما هي مشكله نفسيه اكثر منها بعد فنيه واداريه بس مقارنه باللي صار معاكم الموسم اللي فات لا افضل حل بعض المشاكل لكن يعني انا اقول لك على سبيل المثال مباراه كاظم انا عندي لاعب مداوم ليس 10 الصبح تخيل ولعب في المباراه نواف ثامر نواف ثامر من اللاعبين اللي ما شاء الله مجهوده كبير في الملعب تخيل في نص الشوط الثاني شد يعني سهران في الدوام ما عنده تفرغ باجي الفرق كلهم تفرغ تفرغات ما خلصوا كلها اليوم تفرغ خلص مساعد عندك كذي ملاحظه والله شوف يعني محمد من الكفاءات الوطنية اللي احنا نفتخر فيها للأمانة وكل فريق يعني يمسكه سواء النصر ولا مسك الفيحل كان بصمته يعني مبينة على الفريق كان الفريق يؤدي داخل الملعب لكن أنا بتكلم يعني وأنا أشوف دائما أحرص وأسعى أني في الظهور الإعلامي أكون إيجابي ولكن بالنسبة للنادي النصر أنا مقرب لكثير من اللاعبين في نادي النصر والجهاز الإداري اللي هو أخوي طلال نايف أنا قريب له يعني يعتبر أخوي يعني والنادي ورا البيت أي والنادي قريب من البيت فيعني أنا مقرب لهم عارف ظروفهم أنت مساعد مقرب حق الجميع سفير اللاعبين يعني ينافس عود المجمد صدق الدوانية زين مع الجميع الدوانية اللي فيها دوانية مساعد ده فيها لاعبين من كل الأندية إلا من القادسية صور بسبب مساعد هذه طقة خفيفة هو بالقادسية فدائما احرص اني اطلع بشكل ايجابي يعني اطلع الايجابيات في ظهوري الاعلامي ما اتكلم عن السلبيات بشكل كثير ولكن بالنسبه لنادي النصر يعني انا اقول كثر خيرهم والله على الظروف اللي حاشتهم الموسم اللي طاف يعني لاعبين 5 شهور ما استلموا رواتبهم الجهاز الاداري العمال في النادي ما استلموا رواتبهم فيعني انا لما تبيني اعمل كجهاز فني لازم توفر لي جو صحي اني اعمل فيه وانتج فيه ما صح اقدر صح اني انتج في ظروف نفس هذه محترفين انطردوا من سكنهم لكن غير هذا يعني كثر خير الكابتن واللاعبين والجهاز الاداري مع ذلك ترى يعني وصلوا للسته اللي فوق كان مركزهم في اول جولتين من كانوا في المركز الرابع فقدموا يعني شيء واكبر دليل يعني مثال معاكس نادي الجهره شوف شنو صار معه صح يعني أسوأ نسخة لنادي الجهرة في تاريخ يمكن هالنسخة هذه والسبب نفس الظروف الموضوع الإداري الظروف الإدارية هني لما نقول مساعد وأنا يعني حتى المثال اللي ذكرته بالأرقام قبل شوي أبو عبد الله وأبو سليمان الجانب الإداري وأهميته يعني شوف لما انهدم الجانب الإداري عندك يعتبر انهار المنظومة الإدارية الفريق انهار مع أنه مقدم ها الأرقام اللي ذكرتها من قبل شوي أبو سليمان شوف أخوي محمد قبل أتكلم على كابتن ظاهر لا بد ان ايضا نتكلم على الاخوان في نادي النصر ترى بديت اغار من ظاهر طبيعي اني اغار منك لا والله يستاهل ما اقول الكلام كله عمل يتكلم عنه ليش انا تكلمت عن نادي النصر اي روح شوي يعني خلينا نغير ظاهر يمكن كابتن ظاهر يدري الفرق الحكام المحللين نعم. الجماهير دائما ترتاح لما تكون المباراه على ملعب نادي النصر جميع سبل الراحه صراحه متوفره عدل يا كابتن ما شفنا مشكله من الحكام ما شفنا استياء من الفريق الضيف من الجماهير من الاعلاميين صراحه فريق ملعب منظم بجداره صراحه واشكر الغائمين واشكر اداره نادي النصر على هذا الامر نتكلم عن ظروف نادي النصر ما بيزيد على الاخوان اليوم انا اتكلم لا العام انا اطالب نادي النصر او اني اغيم كابتن ظاهر ولا هالموسم هذا ونأكد ترى هذا كلامكم حتى انت ابو عبد الله من العام نفس الكلام يعني بدون وجود ظاهر يعني يقول لي كابتن ظاهر والله شويه لا ما دام ما في استقرار 100% راح يتاثر مدرب اداري لاعب عامل يتاثر ما تقول لي والله حاليا شو لا ما في شيء اسمه حاليا احنا اليوم امام قرارات يوم احنا نشوف نادي النصر في ناس يمكن تقول والله ان الحكم ضد مجلس اداره وفي ناس تقول لا الحكم مع مجلس اداره فالغاية الآن ما في استقرار أنا عجبني تصريح أحد الإداريين في نادي النصر قال قبل مباراة كاظمة راح يبدأ اليوم نادي النصر تشوفون نادي النصر وانطلاق مشواره وفعلا فازوا أمام نادي
كاظمه على في المباراه الاخيره صح. امام نادي كاظمه معناها ان الفريق او الاداري في تفاهم بينه وبين الجهاز الفني وبين اللاعبين وعنده ثقه بالجهاز الفني عنده ثقه باللاعبين. كابتن ظاهر صراحه الله يكون بعونه انه قاعد يعني في مثل هذه الظروف انه صامد وقاعد يقدم. بس انا سؤال للكابتن ظاهر، اللاعبين كابتن ظاهر اللي استغنيتوا عنهم هل مثل ما تفضلت بسبب الرواتب بسبب العقود انهم مو حابين يجددون؟ خاصة منو؟ خاصة زباته المحترفين. لا خل زباته ما اتكلم ما بيتكلم عن زباته. بخلف انا ازيد على سؤالك، زباته حقي انا حق البرنامج. لا لا شوف هذول اللاعبين محترفين اللي يدفع اكثر شيء. لا بس ودي اعرف حادثته بالذات. ما يخالف مسلم مع سؤالك مع سؤالك. لا لا مع سؤالك مع مع التساؤل. لا تقصد المحليين والمحترفين. المحلي انا حتى شو اسمه اللاعبين المحترفين الاجانب انا قاعد اشوف ان جودة اللاعبين الاجانب اللي العام اعتقد ان جودتهم افضل صراحه. افضل. شوف هو بالنسبه للاعبين المحترفين الموسم اللي فات انا اتكلم واحد واحد. تبي اقصك هنا شويه يعني اوقف كلامك اقطعك وما اقطع كلامك الا بالخير، لان عندنا تقرير ما دام نتكلم عن الموسم هذا خلنا ناخذ التقرير لانه خلاص كافي ظاهر ظاهر. اي والله كافي خلنا نشوف. اي لا انا الغيره والله اشتغلت. لا 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 خلاص يجاوب يجاوب على المحترفين. يجاوب على السؤال. لا لا تقرير النصر. نعم والتقرير على النصر. لا لا قاعد بس التقرير عن نادي النصر رفع عليكم. خلنا نشوف التقرير عن النصر هالموسم. لم يحقق فريق النصر بداية مثالية في انطلاقته بدوري زين الممتاز لكرة القدم، حيث اكتفى بانتصار وحيد وهزيمتين من 3 جولات ظهر فيها الفريق بمستوى متراجع عن المواسم السابقة، ليكشف عن الحاجة الملحة لمراجعة جادة من قبل القائمين على الفريق. طبعا ما في شك ان احنا راضين عن بدايتنا، كنا خسرنا مبارتين وفزنا في مباراة، لكن ظروف الفريق كانت في البدايه فتره اعداد، نوعيه المباريات الوديه هي اللي اثرت في استعداد الفريق وجاهزيته. يمكن لعبنا مع السالميه مباراه جيده، لكن مباراه خيطان ما كنا في المستوى المطلوب. مباراه كاظمه لعبنا بمستوى وروح قتاليه داخل الملعب وثلاث نقاط. امور كثيره، تاخر يعني جيت المحترفين معانا، بعض اللاعبين انضمام بعض اللاعبين المحليين اثرت في بدايتنا تكون بالبدايه الممتازه. طبعا مثل ما الكل عارف بدايه الموسم حصلت ظروف عندنا شوي وما قدرنا نطلع فيها معسكر، وبالعكس انا اعتقد ان قدمنا 3 مباريات على كم اتم صوره يعني على قولتهم، وقدرنا نطلع بثلاث نقاط، كان الطموح اكبر من كذي. طبعا صح بدايه الدوري 3 مباريات ما قدمنا اداء يعني مرضي او نتائج مرضيه بحكم الظروف اللي حاشتنا، ان ما طلعنا معسكرات، المحترفين ما تسجلوا. طبعا هذه مو اعذار، لكن يعني اثرت علينا بشكل واضح من خلال النتائج اللي طلعنا فيها. الفريق سيغادر لمعسكر تدريبي في القاهره لمده 12 يوما وسيتخللها 3 وديات يامل الجهاز الفني بقياده ظهر العدواني ان تكون كافيه لتصحيح المسار ومعالجه سلبيات الجولات الماضيه. الحين ان شاء الله عندنا معسكر ان شاء الله بعد باكر ان شاء الله، وان شاء الله نتمنى نعوض الفتره اللي طافت اللي ما استعدنا فيها استعداد كامل، ان نستعد فيها في خلال المعسكر ونقدم ان شاء الله الكره المعروفه منا والمستوى المطلوب منا ان شاء الله. راح يكون في القاهره لمده تقريبا 12 يوم الى 13 يوم، وراح يكون فيه تقريبا 3 مباريات وديه. وطبعا احنا عندنا بعد حتى في المعسكر عندنا اكس، عندنا لاعبين في المنتخب مثل سلمان برمي، عندنا المحترف كارلوس في محترف مع لاعب الدنيو مكان مع المنتخب، وعندنا اللاعبين اخذنا كم لاعب يعني من تحت 17 سنه صعدناهم معنا، مو قصدي من تحت 19 سنه، وكم لاعب من 21 عشان نكمل بعض الامور ان شاء الله، وان شاء الله الامور تصير احسن ان شاء الله. احنا ما نقدر نحط المعسكر شماعه حق الخسائر اللي خسرناها باول جولتين، بس تقدر تقول رتم مباريات وحكم اللياقه ما كانت تساعد بنهايه الموسم، واكبر دليل ان مباراتنا الاولى مع السالميه اعتقد خسرناها باخر الدقائق، وكذلك خيطان يعني خسرناها باخر الدقائق، فهذا دليل يدل على ان اللياقه البدنيه ما كانت مسعفتنا بدايه الامور، لكن الحمد لله قدرنا نطلع 3 نقاط قدام نادي كاظمه، وعلى قولتهم اللياقه في تصاعد حبه حبه. بالنسبة للنصر ولاعبيه فإن فترة التوقف الدولي قد جاءت في توقيت مناسب تماما للوقوف مجددا على مستوى الفريق وتحسين الجوانب الفنية والبدنية بأفضل صورة ممكنة.
عادل العنزي لبرنامج بالسنتر. مشكور يا عادل العنزي على التقرير. بس هو تنويه بسيط، ترى يعني ظاهر العدواني موجود اليوم ويانا. الدعوة بعثت من برنامج بالسنتر لجميع الأندية وأغلب الأندية، قاعد نحاول كثر ما نقدر خلال هذه الفترة، فترة توقف، نجيب الإخوان ممثلي الأندية يكونون معانا يتكلمون، سواء مدربين أو أجهزة إدارية، يتكلمون عن وضع فرقهم. يعني أنا تحسبا شمعنا ظاهر، لا مو شمعنا ظاهر، مع أنه ظاهر أنا أحطه على رأسي لأنه ظاهر أخوي الكبير، لكن إحنا بعثين الرسالة هذه لجميع الأندية، وإن شاء الله اللي تجاوب معنا يا حياه الله في برنامج بالسنتر. أول شيء تساؤل أبو سليمان، تدري أنت أبو سليمان وضع مختلف. أبو سليمان ما ناخذ سؤال، ما نقدر ما نجاوب، يضبط بعدين برا ما في الشغل اللي شفته. فموضوع المحترفين اللي ذكره أبو سليمان من قبل، أول شيء قبل لا أتكلم موضوع، طبعا أنا أوجه لهم الشكر كلهم الموسم اللي فات صراحة. صحيح تم الاستغناء عنهم، لكن استغناء عنهم لظروف مختلفة، لكن أوجه لهم الشكر، وكانوا سبب في نجاح، إذا لو كان في نجاح الموسم السابق كانوا هم أحد أسبابه. بالنسبة لبعض اللاعبين المحترفين يعني تم تغييرهم لأنه نطمح في الأفضل، وبعض المحترفين يعني غالوا في الطلبات، غالوا في الطلبات إيه، يعني مثلا أبي دبل، يعني يعني مثلا معتصم الأيمن لقجع الجزائري اللي طلبوا طلبات كثيرة، يعني حاولنا ننزل في شيء معين ما قدرنا، وكان ظروف النادي وقتها انت عارف لا اعتماد توقيع ولا فلوس ولا هذا، فكنا نحاول انه يكون مبالغ زباته انت عارف يعني قصته. في شهر 3 في رمضان، في ظل تقريبا الفريق او النادي 3 هذا اي رمضان اللي طاف، اي رمضان اللي 6 اشهر ما استلم رواتب، او ما استلم النادي كله رواتب إيه. فهو بما قدمه من نجاحات وخوفه على مستقبله، وهو مرتاح بالكويت يعني عموما، مو بس نادي النصر، بشكل عام في العيشه في الكويت، فخاف ان مستقبله، هو كان وده يكمل يعني، بس هو خاف من داخل ان النصر ما تنحل مشاكله إيه. فقال انا على الأقل إيه، فقال إيه. اضمن على الاقل مثل ما يقول عقد بيده إيه. احسن ما يكون مستقبل النصر ما ادري شنو، ولا كان هو الامانه كان تمسكته فيه يعني حاولته احنا الامانه هو يعني هو وقع يعني 6 اشهر الله يجزاه خير، الله يجزاه خير والله، الله يجزاه خير يعني محترف 6 اشهر المحلي ولد النادي ما ينطر عليك إيه. محلي ما ينطر إيه. ترى على فكره كان ممكن هو شهرين ويمشي طبعا طبعا، في ظل اللي قدمه ممكن اي نادي ياخذه طبعا طبعا، لكن هو يعني نقول نعطيه العافيه، لكن هو بالنهايه محترف، بالنهايه ينظر حق نفسه وعنده عائله، هو جاي الكويت يعني مو سياحه، هو جاي عشان يوفر معيشه طيبه حقه. انزعجت؟ طبعا زعجنا قضيه زباته بالذات، يعني زباته بعد اللي سواه اكيد كان يعني انك تبحث عن واحد مماثل لزباته مو عمليه سهله، حتى البحث عن زباته ما كانت عمليه سهله اصلا، يمكن احنا يمكن شفنا لا يقل عن 300 فيديو ما لقينا مهاجم واصلا هو ما كان مهاجم، وهو جناح، بس احنا شفنا انا شفت بعض الامكانيات واحنا شفنا بعض الامكانيات اللي ممكن تساعده في راس حربه، ولعبنا راس حربه احنا ولا انا احنا كل شيء عمل جماعي ان شاء الله. موسم هذا تكلمنا عنه؟ لا احنا ما خلاص ترى ما خلاص. لا في بعض لا بس نقطه بسليمان محمد الان في ظل الوضع الحالي لنادي النصر ممكن تكرر نفس مشكله زباته الموسم هذا مع محترفين ثانيين ولا مع لاعبين ثانيين، فالوضع مو مستقر يعني، انتوا الله يكون بعونكم، ولكن احنا نستفسر نبي نشوف شنو الوضع، نبي نعرف شنو اللي صاير، شنو راح يصير. والله مساعد شوف هذه امور اداريه قانونيه، انا بعض المرات بعد ما افهم فيها حيل، لكن احنا نفسك بس اللي الامور اللي افهمها ان الوضع الى الان نادي مجلس اداره موجود وهو اللي يسير العمليه في النادي، وعنده اعتماد توقيع وعنده الامور اللي يقدر يوقع الرواتب، بس امور مستقره اي يقدر يوقع الى الان اي، بس يعني في اعتماد مالي، في اعتماد مالي فقادرين يوقعون اذا ماشي الرواتب، في احكام صايره وما تدري متى يتغير الوضع إيه، لكن هو الموجود الوضع مثل ما انت تتكلم ما في استقرار يعني ما في استقرار، لكن إيه؟ لكن صعب اني اقيس على اللي فات، لان مثل ما قلت زباته واحد من اللاعبين 6 اشهر وكل لاعبينك ما استلموا 6 اشهر، الحين قاعد يستلمون، قاعد يستلمون الحين إيه؟ بس هذا السؤال اي قاعد يستلمون يعني الحين. احنا الحين يعني الحين شهرين ما اخذنا رواتب لان الاعتماد التوقيع وصل يعني متاخر، هذا الكلام اللي انا اقوله، بس وصل الاعتماد بس التوقيع. وصل لكن ممكن في اي لحظه يتغير الوضع ثاني مره إيه؟ ويرجع نفس الاستقرار، نرجع على كلمه الاستقرار إيه؟ الاستقرار ما هو موجود. الشيء الثاني حتى مثل ما قال ابو سليمان اتفقوا يعني
حتى لو انحلت المشكله الحين ممكن بعد اسبوع او اسبوعين تتغير كل شيء. صح. فهني الشعور من داخلك من داخل اللاعب او غير انه لا لا ما في استقرار. لكن انا اعتقد انه الى الان الامور ماشيه، وقعنا العقود محترفين محليين وان شاء الله تمشي الامور. شنو السؤال؟ كابتن ظاهر يعني انت مدرب وافهمني بهالامور. ما عليك زود. لا لا انا اقول لك دائما الاستقرار مطلوب في اي فريق. صحيح. مهما كان عندنا احتراف، مهما كان عندنا لاعبين يتنقلون، ولكن ايضا الاستقرار مطلوب. صحيح. نادي النصر العام استعان ب 11 لاعب محلي. صح. تخيل 11 لاعب محلي، يعني بالاضافه الى اللاعبين اللي موجودين عنده. استعان من برا؟ استعان من برا 11 لاعب محلي تقريبا. زين السنه هذه ايضا استغنى، ما انا عارف شنو ظروفهم، ايضا السنه هذه استعان ب 11 لاعب محلي. على سبيل المثال انا اعطي مثال اليوم، انا بالنسبه لنظرتي الفنيه يمكن نظرتك تختلف عن نظرتي ويمكن نظرتك الاحسن، انا اتكلم عن اسماء على سبيل المثال مع احترامي للاسماء. طلال جازل، طلال جازل لاعب ما لعب يمكن 4-5 سنوات. اللاعب هذا شنو راح يفيدني فيه؟ لعب في اخر مباراه مع كاظمه ربع ساعه وطلع متعور. فواز المبيلش نفس الشيء، لاعب 3-4 سنوات ما لعب، لعب في 3 مباريات ما كان لاعب مؤثر نهائيا بالمره. حمد الخالدي حارس المرمى كان بالجاره وراح القادسيه اعتقد، ايضا ما لعب سنوات طويله. نشوفه اليوم على مقاعد الاحتياط، يعني ما يخالف مع احترامي للاعبين وكذا، هذا لبعض الاسماء. في بعض اللاعبين الاسماء كابتن ظاهر ابيك يعني تفيدني فيهم، يمكن يكونوا من الشباب انا ما اعرفهم. اتكلم عن احمد اليحيى، انا ما اعرف اي نادي، فهد السلامه، سعد العذاب، احمد سمير، هذول الاربعه انا ما اعرف شنو، هل كانوا بانديه، هل كانوا من الشباب. فانا اشوف كابتن ظاهر الاستقرار لابد يكون مطلوب. اللاعبين اللي مو قاعدين يؤدون، مو قاعدين، يعني انا كمدرب اجيب لاعبين 3-4 سنوات ما لعبوا، شيء طبيعي ما راح يضيفوا لي شيء. يجب اني استعين باللاعبين الشباب الموجودين، مثل ما قلت عيد طلال اللاعب منتخب الشباب والهداف اعتقد من اللاعبين الواعدين، وانا واثق ايضا ان في فئه الشباب لاعبين مميزين، انا اتمنى ان ياخذون الفرصه احسن من هذول اللاعبين. شوف انا بقول لك شيء، اول شيء كلاعبين في المرحله السنيه احنا عندنا عدد متوفر كبير، بس ان مشكلتهم يلعبون في 21 الى الان تحت 21. لما تجي على سكور الفريق الاول، سكورنا بالفريق الاول تقريبا 13 14 لاعب، ما هو كثير من غير محترفين طبعا اتكلم. لما تجي حق المراكز اللي جبنا فيها فواز مبيلش، طلال جازع، فواز الرشيدي مثلا، كل اللاعبين هذيلي، لما تروح في الكويت كلها بشكل عام اللاعبين المميزين اللي في الاماكن هذه في انديتهم متمسكين، يعني ما تقول عيد الرشيدي، محمد دحام، مبارك الفنيني، علي خلف، بندر السلامه، ذا لا يمكن الاستغناء عنهم، اي نادي ما يستغنى عنهم، فمتمسك بعقودهم. فانت تروح في الحلول الثانيه اللي هو طلال جازه، صحيح انه ما لعب انا اتفق معك، لكن طلال جازه واحد من اللاعبين المميزين اللي عنده امكانيه سابقا اصابه سابقا إيه لانه ما لعب. إيه؟ ممكن لو يعطى فرصه يتمرن يعد اعداد زين ممكن يرجع. ليش ما تبدا لاعبين الشباب؟ هم احنا نعطي فرصه، خلنا نساعد الشباب. صحيح واتفق وياك، بس يعني كابتن ظاهر ما يخالف، انت يحسب لك انك في 2018 طلعت جيل صراحه لا زال الناس تتكلم عنه وحققت المركز الثالث، ولا زال الجيل هذا والاسماء هذه مرتبطه باسمك، ليش انا اليوم ما اعيد الكره؟ انا بالاخير اللاعبين هذولي ما راح يفيدوني. لما تقول لي والله 19 اللاعبين بالاخير مسخرين لخدمه الفريق الاول، انا لما العب 17 ولا 19 وين طموحي؟ مو طموحي اقعد العب 19 استانس لما اروح الدرجه الاولى ويكون عندي مع لاعب الفريق الاول ويكون في نقل يكون افضل للنادي ومستقبل النادي. اتفق وياك، بس الظروف مختلفه في 2016 و17 غير الظروف في اللي الان. الظروف في 2016 كان في استراتيجيه واضحه، النادي كان ترتيبه متاخر، فكنا احنا بنسوي فريق جديد. السنه الموسم هذا احنا انا اقول لك اياه لا يقل عن 11 لاعب ترى اخذوا فرصتهم الموسم اللي طاف، اللاعبين الصغار عشان ثبتهم يحتاج لهم سنوات اكثر، يعني مثل ابراهيم الظفيري، يوسف الشريفي، عبد الرحمن الرشيدي، عيد العازمي، قناص، محمد عجاج حارس عشان ما انسى، علي حسن، في كثير عندنا من اللاعبين راح ياخذون فرصتهم السنه هذه، في بعضهم اخذ فرصته السنه هذه في بعض، لكن انا الحين في ظل نظام الصعود والهبوط والتوب 6 والاربعه لازم يخدمهم شويه لاعبين خبره يساعدونهم، بس هذول ما يستفيدون، لان هذولاك ابو سليمان ذيك السنه كان دمج
فممكن تعطي فرصة. بس ما تستفيد من اللاعبين اللي خليتهم. بس ما أقدر أجازف أبو سليمان بلاعب عدد كبير من اللاعبين الصغار. ممكن لاعب لاعبين أصعدهم مثلا يستفيدون من الكبار. ولا بس أصعد بفريق صغير. كلامك عدل. ولا نجي بلاعبين صراحة مو قاعدين يقدمون لي شيء أربع خمسة. ولكن ممكن عندهم خبرة كافية. فواز البيلش مو لاعب كبير بالسن يعني لاعب صغير لكن ما أخذ فرصته بالكويت ولما يلعب كان يسجل يعني لكن ما أخذ في ظل وجود اللاعبين. ممكن هو اللاعب عنده طموح وده يطلع يلعب وحققنا له الطموح. طلال جاز على نفس الطريقه. انا اشوف انه طلال واحد من افضل اللاعبين امكانيات لكنه اربع او خمس مواسم اتفق وياك انه ما لعب لكن هو يحتاج لفرصه عشان ينعاد ثاني مره لمستواه وغيره وغيره. احنا انا اقول لك في الان في بعض الاماكن ما في لاعبين متوفرين كثير يعني. احنا اخذنا طلال نعتقد ان طلال واحد من المواهب اللي كان موجود. فواز مزيلش اعتقد انه عنده امكانيه وممكن مع فرصه ومساحه اكبر ممكن يؤدي بنتيجه زينه. اللاعبين اللي ذكرتهم اعتقد احمد الحياه واحد من اللاعبين اللي في المراحل السينيه في الكويت تحت 21 زين. انا متابع عليه يقل عن خمس مباريات لاعب عنده امكانيه. احمد سمير لعب في نادي خيطان وفي لعب في كامه في العربي يعني برات. انت بعد حنقول حتى يعني السوق الانتهاء مو متاح كل لاعب تبي في بالك يعني تقدر تاخذه. والله كابتن احترم رايك بس ما ايده. لا احنا بنحاول لا كلامك والله دقيقه بس انا اتفق وياك بس احنا قاعدين نمزج بين نعطي فرصه حق لاعبين صغار وبين انه يكون عندنا لاعبين بالفريق الاول. يعني مثل ما قلت هي وجهات نظر وجهه نظر موقع هو لا هو كلامه صحيح اتفق سليمان بس احنا حاولنا نسوي شغلتين نعطي فرصه حق اللاعبين الصغار اعطيناهم ونعط ويكون عندنا قاعدة حمل الفريق الأول موجودين يعني. تمام بس يعني والله يعني هالأخبار يعني إن الواحد يقول قدر الله وما شاء فعل يعني لأن تأكد الخبر من قبل شوي فأكدوا لي يعني زميل وعزيز وأخ لنا في برنامج بالسنتر وفي السابق وفي القناة الثالثة مصورنا العزيز الغالي على القلب محمد الكعبي مصور الفوتوغرافي انتقل لرحمة الله تعالى من حادث اليوم. يعني الواحد ما يقول لا قدر الله وما شاء فعل. صديق وأخ غالي علينا جميعا يعني مو بس بالبرنامج بالوزارة الإعلام بكبرها. فهي فاجعة وعسى الله يصبر قلب أهله وزوجته وعياله ويصبرنا معاهم. يعني من كم يوم كان معانا يعني بالاستديو داخل يعني واليوم هو يلاقي ربه. فرحمة الله عليك يا محمد الكعبي وعزانا حق أهله. أنا أعذرون لأنه وصلني الخبر الحين وصار مثل يعني هذه الأمور المفروض أنها يعني الهوى الواحد يقدر يمسك بعض الأمور لكن يعني هذا بالنهاية وصديقكم صديقكم الله كلكم الله يعني الله يرحمه الله يخلف عليهم إن شاء الله يا أبو إبراهيم. محمد الكعبي ما عرفنا عنه لك الخير وما شفنا إلا منه لك الخير. متفاجئين في الخبر أمانة. إيه والله أنا حبيت أتأكد لا أكدوا لي الحين الخبر. الله يخلف عليهم إن شاء الله ويسلم مثواه الجنة إن شاء الله. أخ جميل وصديق سبحان الله يعني على قولتك ابراهيم احنا من يومين ثلاث تقريبا كنا ويا بعض حسب ما سمعت ان اليوم ايضا كان موجود في الاستديو لكن هي مشيئه رب العالمين والحمد لله على كل حال. هي مشاركه عزاء باسم البرنامج لاسره الكعبي الكرام والده ووالدته وعائلته الكريمه وزوجته عياله الله يرحمه وما عرفنا عنه الا كل خير. اخونا الغالي عسى الله يرحمه وغمد روحه الجنة محمد الكعبي. أنا أعذروني إني طلعت شوية عن الأجواء لكن الخبر يعني صراحة لا الخبر يمسنا كلنا على الأقل كأسرة برنامج بالسنتر والقناة كويت سبورت. أنا أشوف صار استجواب هنا مع أبو سليمان. مناقشة عادي عندك ملاحظات؟ لا بس احنا بالختام على نفس السياق يعني تدني مستويات فريق نادي النصر من القسم الثاني الموسم الماضي ولغايه الان ما بين فريق نادي النصر. ابو محمد كان في تبرير من الوسط الرياضي واحنا حتى حق محلل لما يطلعون اداريين فريق كانوا يطلعون اداريين بعد كل خساره يعني خاصه بالقسم الثالث والرابع في كل خساره كانوا يطلعون اداريين ويصرحون نفس الاعذار. هي مش اعذار هي بالفعل معوقات حقيقيه موجوده كانوا يتكلمون عن هذا الامر. هذا في هذاك الوقت كان الامر مبرر خاصة ان انت في القسم الاول والثاني حققت 23 نقطة
ترى اجمالي فريق النصر اجمالي نقاطه 24 الموسم الماضي، نقطه من القسم الثالث والرابع نقطه حقق 23، تصور بالقسم الاول والثاني 23 نقطه، والقسم الثالث والرابع نقطه وحيده بس. لكن كان في تبرير من الوسط الرياضي، وحتى احنا هنا في الاستوديو التحليلي او حتى في مجلس اداره نادي النصر في تبرير، لان الفريق ضامن مركز جيد، مركز الرابع في التوب 6 وخلاص ضامن اموره يعني. لكن ما تدري الظروف ابو محمد، او ما تدري هل هذه المبررات اللي احنا كنا نبررها او حتى مجلس الاداره كان يبرر للجهاز الاداري للفريق انه والله بالفعل في مشاكل بالفريق اللي ادت بهذا الفريق انه يقدم هذا المستوى وهذه النتائج. لكن هذه المبررات هي موجوده الان؟ هل هذه المبررات راح تكون يعني مقبوله يعني عند مجلس الاداره مثلا، انه والله في عندنا مشاكل لا زالت المشاكل موجوده؟ تختصر لي فيها. اي بختصر. شوف ابو عبد الله، والله عشان اكون وياك صادق، مهما كانت المبررات اللي موجوده، العوائق موجوده، انا من داخلي ما ودي اخسر، انا ودي افوز. حتى لما كنا مع التوب 6 لما كنت اخسر كنت اضايق صراحه، حتى رغم الظروف ومقدر يعني. انت يمكن اذا يعني في التمرين بعد ما وصل مرحله اللاعبين يلا يجون التمرين، يعني يلا يجي، وشون تحاسبه انت منه هو ما يستلم راتب فهذا الامر. لكن انا اقول لك حتى الموسم هذا بدينا بنفس الظروف، نفس الظروف، لكن انا من داخلي ودي، والدليل ان احنا بعد مباراه كاظمه حاولنا المستحيل ان نطلع من مباراه ثلاث نقاط، لا يمكن نتحمل ان احنا نخسر مبارتين وتكون الخساره ثالثه من كاظمه. لكن احنا ان شاء الله عندنا نملك لاعبين، ان شاء الله نحاول نغير الامور في الايام الجايه، بس يعني بعض الاشياء بيدينا وبعض الاشياء ما بيدينا، نحاول ان شاء الله يمكن مصالحكم ان شاء الله. التوقف ان شاء الله مصالح. تمام. اخونا عبد الرحمن النجدي يقول يمسي عليكم بالخير، يقول يا ريت تطرحون موضوع سبب عزوف الانديه الخارجيه باستقطاب اللاعب الكويتي ومعرفه اسباب العزوف وعدم استقطاب اللاعبين الكويتيين، لابد في خلل، لابد تطرق له. اخونا محمد يقول انا متابعكم العراق صراحه، برنامج رائع وجميل، وكباتن كبار مثل الكباتن المتواجدين معاك، واتمنى التوفيق للمنتخب الكويت في التصفيات ويرجع منتخب الكويت مثل قبل. على عيني وعلى راسي يا اخوي. خلف العنزي مشكور على كلامك اعلامينا الجميل، بالعكس يعني اعطيناك اقل من حقك احنا بالبرنامج. اخونا يقول كابتن ظاهر عصبي بالملعب ويزف اللاعبين، اخونا خالد المخيت، بس يحبون اللاعبين شلون ما ادري ما شاء الله يعني. ولد مطير يقول هذه السلبيه اللي ابو محمد يزف، كلمته من قبل عنها ترى عصبي عصبي على صحته مو زين ما عشان شيء المباراه اللي فاتت بعد. ولد مطير يقول طلبتك حاضر، يقول الرساله حق ابو محمد، يقول له تكفى لا تعسكر، اتمنى يصير معسكركم في تركيا او الجبل الاسود او البوسنه افضل جو. كنا ما في معسكر تكلمت فيها من قبل شوي، المعسكر يقول تكنسل، كان المفروض يعني في لكن تكنسل. يعني هذه بعض الأمور، أنا يعني وصلت للختام وأعتذر مرة ثانية منكم، لأن يمكن في بعض الأمور الأحداث اللي تصير هذا وإحنا على الهواء مباشرة طلعك خارج أجواء البرنامج. لكن الراحة وين؟ لما يكون عندك أبو سليمان وعندك بنيان وعندك مساعد ندى، تبارك الرحمن محاورين اليوم ثلاثة محاورين لظاهر العدواني، فالله يكون بعونك وانا اشكركم على الدور اللي قمتوا فيه. اخوي الكبير ومحمد وطلال يعني اتشرف عزيز الغار، ودايم محل ثقه والله يا ابو محمد، وكبار مقاول دايم محل ثقه ودايم طريق حتى في غيابك. سعيد يعني. والله سعيد. متى؟ مساعد ندى انا واحد من الناس اللي معاشر حتى من ايام المراحل السنيه ترى. مساعد ايه كبر نفسك. دربت مساعد ابو محمد؟ لا ما لحق، شفت شباب يعني شات عليك فاول شيء ولا مساعد؟ لا ما لعب وقتها، كان مجد فاول محظوظين انه مجد علينا فاول. مشكور يا ابو محمد، والكرسي بانتظارك يعني اذا فكرت مو شغله مو ثينه اي هذا عرض نقدم لك عرض يعني اذا فكرت اكيد مكانك موجود دائما اتشرف في اي وقت ان شاء الله. مشكور يا ابو محمد كابتن ظاهر، واللي في والموجودين اصلا اضافه ويكفون يعني طبعا، وانت ايضا اضافه دائمه. مشكور مره ثانيه ابو محمد، مشكور ابو سليمان، مشكور محمد بنيان، مشكور مساعد ندى، والشكر موصول حق كل من تابع حلقه اليوم من برنامج بالسنتر. بكره الخميس في حلقه ولا ما في؟ في حلقه باكر الخميس في حلقه. ليش طالعني كذي؟ لا يعني ترى موجودة. ما يحب التوقفات. ما يحب التوقفات. لا إن شاء الله بكرة إن شاء الله معاكم حلقة جديدة من برنامج السنتر. مع السلامة.